أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم، وجعل الله الجنة بتقدم لكم. القرآن كلام الله، به تحيا القلوب وتصفيها، وخير ما يفتتح به المقاييس كلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم فخلقوا له جميل بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بوكيل. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مما كانوا ولكن أكثرهم يجهلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أولا نعمة كيرانا في ميل سيسون، حاجة ما شاء الله تفرح، الله يبارك. وثانيا نشكركم لأنه ما كناش نستناو بلي راح تجوا، الله يبارك بهذا العدد. هذا دليل على أن الخير راه موجود ما شاء الله، وإحنا ما دام الخير هذا راه موجود، إحنا رانا معكم اليد في اليد إن شاء الله، حتى ربي سبحانه وتعالى يحطنا في الطريق المستقيم، ونسأل الله يثبتنا ويثبتكم على طاعته يا رب العالمين. إخواني الكرام، اليوم هذه الأمسية هذه إن شاء الله راح تكون عبارة عن قصرة فيما بيننا إن شاء الله في الحاجة تاع الخير. أنا قبل ما نبدأ نتكلم ونعطيكم واحد النظرة مليحة، أنا حابكم تشوفوها يعني، وعلى بالي بلي راكم تلتمسوا فيها كي راكم تشوفوا هذه الأيام السنوات هذه اللي فاتت، راكم تشوفوا الفيسبوك ولا الانستغرام ولا التيك توك ولا، وتشوفوا كاين مشايخ في الجزائر الله يبارك، حقيقة تفرح تسمعهم يتكلموا بطريقة يفهموها كامل الناس، وحتى الإنسان اللي يكون هو في هذيك الحالة اللي مش مليحة كيسمعهم يرتاح، وعلى باله هذيك الفكرة اللي يقولوا فيها باللي حق، ويفرح بها ويتمنى أن يكون في يوم من الأيام يطبقها. وهذا المشايخ اللي برزوا الحمد لله في هذا البلد الطيب هذا، اليوم فيها اليوم رانا نفرحوا بهم بزاف بزاف. وتعرفوا أنه كلهم اللي تكلمنا معاهم وقصرنا معاهم، وش نقعدوا نحكيو؟ نقعدوا نحكيو غير الشباب مساكن، همهم شباب. تشوف المشايخ هذول، تشوف فيهم نتلاقاو مع الشيخ محمد فليسي، الشيخ راشد بن عطاء الله، الشيخ ابو الهيثم، بزاف مشايخ يعني بدون عدد ما نحصروهمش، عدد كبير ما شاء الله. كله كي تلقاه يقصر همه يبكي، يبكيش ولا تبكي عليك امك، يهمه يبكي على الشباب، غايضين الشباب كيفاش راهم يضيعوا، الشباب كيفاش راهم يطبعوا لهم يرهجوا فيهم بالمخدرات، الشباب كيفاش راهم يتلفوا الراي تاعهم، الشباب كيفاش راه يضيع المستقبل تاعهم. انا كي شفت باللي كاين مشايخ راهم يبكيو وعندهم هم على جال الشباب، ان شاء الله بربي عز وجل هذه بدايه الخير ان شاء الله. هذه وحده. ثانيا وش هي؟ ثانيا هذا اليوم ان شاء الله احنا راح نديروه بدايه، وحنا نتمنوا منكم انتم ان شاء الله انكم انتم تعودوا تنظموا لنا ولو لقاء خطره في الشهر في هذا المكان ان شاء الله. نعودوا دائما نتلاقاو نقصروا مع بعضنا، نتفقدوا بعضنا البعض، ماشي غير لازم في رمضان. ماذا بينا حنايا كل يوم نتكلموا كلمه طيبه، وانا نقول لك باللي كيما راك اليوم ماكش بالك، ربما ماكش حامل انك تسمع كلام. كاين بعض الناس يلحق لواحد الدرجه يولي ما يحبش يسمع النصيحه، بصح غدوه من غدوه تعود تقول هذا هو الخير، نحب ولا نكره. هذه هي الطريق المستقيمه، نحب ولا نكره. ولذلك شوف اليوم ان شاء الله راح نديروا واحد القسره، انتم راكم محظوظين. نقول لك علاه، ثلاثه مشايخ جاوكم في ليله واحده، وحنا رانا نلقطوا في المشايخ منا ومنا باش يصح لنا شيخ في ليله ولا منا ولا منا. والحمد لله والله الناس يعيطونا من كل مكان، ما كاش وقت، ما كاش والله ما تسعى وقت. منا العيد رانا معمرين، كاع المشايخ معمرين، بالصباح العشيه في العصر مور التراويح معمرين. ربي قدر دقيقه الاخرى، انتم في ثلاثه تلمينا هنا، في ثلاثه وفي ثلاثه الله يبارك يا جماعه، تسمعوا ان شاء الله من عند المشايخ تاعنا الكلام اللي حقيقه راح يريح لك القلب تاعك، وراح تعود تقول نعم صح واش راهم يقولوا، صح واش راهم يقولوا. تدي عقليه ان شاء الله عز وجل، صبر معنا شويه، رانا سهرانين وقصارين ان شاء الله، ما طيحش علينا الرعده واش تبرك هذا المكان، ورانا قصارين وان شاء الله يا ربي خير. اخواننا الكرام، اليوم راح نتكلموا على ثلاث نقاط. نقطه نتكلم لكم عليها انا بايجاز، حاجه مختصره ان شاء الله، انا راح نتكلم لك على الامور الايمانيه وعلاقتك مع ربي سبحانه وتعالى. الشيخ محمد فليسي راح يتكلم، لانه هذا الانسان راه متخصص مليح في الامور هذه، وراح يوصل لك بطريقه راح تعجبك الامور المتعلقه بالافات الاجتماعيه، على راسها الامور تاع المخدرات، عقوق الوالدين، الامور اللي تخرج الانسان على الطريق. باختصار بيناتنا راح يتكلم لك على الامور اللي راح تدخلك للنار، ربي يعافيني ويعافيك. هذو الامور اللي راح يتكلمك عليهم، وراح يوري لك الدواء كيفاش عامل، وراح نتوجوها في الاخير ان شاء الله عز وجل. دوك يلحق بينا الشيخ المربي الشيخ راشد بن عطاء الله، اللي راح يعطينا واحد الوصايا عامه اللي راح تلم منا كلش، الكلام الاول والدوزيام والتروازيام راح يتلموا عند الشيخ راشد ان شاء الله. هكذا انت انا نقول لك واش راح تخرج اليوم، راح تدي الدرس تاع العمر نتاعك اليوم ان شاء الله. فاذا شوفوا اخواني الكرام، انا في نقاط راح نختصر لك، وراح نعطي لك واحد الكلمه، نطلب من الشيخ
خلق لي الوقت برك هذا ما كان هذا هي كي الحق الوقت كي الحق الوقت اقرص هنا بالعقل برك ما ندري لي الكورونا شوفوا خاوتي الكرام نص ساعة هيا خير كبير ما شاء الله ياك تصبروا علينا نص ساعة وإذا كنت تحبوا نقصوا جماعة وسامحونا راح جينا والله على جلكم والله على جلكم جينا ونتمنى إن شاء الله يا ربي كيما جمعنا هذا الخير هذا إن شاء الله في الفردوس الأعلى اجتمعوا كيف إن شاء الله شوفوا إخواني الكرام أول كلمة نقولها لكم أنا حاجة ربي رحيم هذه منا لازم نبدأ الله رحيم تخيل ربي رحيم بيك خير من أمك وأبيك كاين واحد الزوج مخلوقين خلقهم ربي سبحانه وتعالى المخلوقان الوحيدان في الدنيا اللي يتمناوك انت تكون خير منهم هما والديك وكاين واحد هو الله الخالق ماشي مخلوق خالق خير من والديك في الحنانة والرحمة واللطف خير من والديك هو ربي سبحانه وتعالى مهما رحت بعيد وين رحت ما زال هو الله كيما تولي ليه تلقى هو الله ما يتبدلش معك ما تخافش مش كيما صحابك ولا ناس اخرين رحت من الحومة تغربت عام ولا عامين ولا 10 سنين ولا جيت لقيت الدنيا تبدلت لا ربي هو ربي كي تروح بعيدك رحت خلاص يديلك هكذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يقول لك ما زلني أنا هو الرحيم أرواح عندي مهما كان يا ربي عقيت الوالدين وشربت وش شربت وتكيفت وش تكيفت وش سرقت وش سرقت وتبليت وش تبليت نعم مهما درت الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ما لقري وشمت ما لقري درت كلش أنا نقول لك والله تكون قتلت والله تكون كفرت والله تكون سبيت والله تكون درت الفاحشة كاملة إن الله يغفر الذنوب جميعا ما كله دير قائمة جميعا بمجرد شوف كلمة واحدة استغفر الله وأتوب إليه جاتك ثقيلة استغفر الله وأتوب إليه جاتك ثقيلة قولوها تشوفوا استغفر الله وأتوب إليه قولوا استغفر الله وأتوب إليه سهلة ما يوجعك والو والله هذه كلمة هذه مصالحة مع الله شوف نعطيك واحد النصيحة أخي الكريم اتعرف على الله راك ماكش تعرف ربي مليح ماناش نعرفوه على بالكم الله سبحانه وتعالى هذا الرحيم اللي راه يطعمنا وخلقنا ورزقنا هذا الذي يتولانا احنا ماناش عارفينه مليح ولذلك اسنا نسلموا على الشيخ ان شاء الله هنا نعدي ما سيرفيس نجم الله الله يحفظك قلت لكم راكم محظوظين اليوم شيخنا الله يحفظك ما شاء الله الله يبارك فيك ما شاء الله الله يبارك فيك ما شاء الله الله يحفظك ما شاء الله ربي هنيك شيخ تفضل انا واقف إذن إخواني الكرام إحنا في هذا الحال أول حاجة الإنسان اللي تعرفه بربي سبحانه وتعالى التعرف على الله شوف يا إخواني الكرام إحنا علش نعصي الله علش رانا كي نديروا حاجة نلحقوا الواحد المرحلة بالعقل نولي وما نحسوش باللي درنا الذنوب من ذاك الإنسان على بالكم شحال يدير الذنوب من اللي ينوض صباح حتى العشية وهو يدير في الكبائر يكفر بربي بزاف يشوف الحرام بزاف يتبلى بنات الناس بزاف يسرق بزاف يكذب بزاف عباك هذو كبائر من اللي ينوض صباح حتى العشيه وكي يكون حي يقعد العشيه ما يحسش بشويه باللي دار ذنوب نقول لكم علاه ماناش عارفين مولانا شكون هو اليهود عباكم يلحقوا يقولوا ربي فقير ولو يقولوا ربي بخيل يد الله مغلوله ولو يقولوا على ربي كلام ماشي مليح وكانوا يقولوا نحن أبناء الله وأحباه على بالكم علاش قالوا الكلام هذا كامل ربي قال لنا هذو الناس وما قدروا الله حق قدره ما قدروش ربي ما عطولوش قدروا كيما تمت قدر تاع مولاك سبحانه وتعالى تولي دير واش حبيت انتايا ما يهمكش او زعفان عليك او غضبان عليك ماهوش غضبان عليك راهو راضي عليك ماهوش راضي يحبك ولا يكرهك ما يهمكش انتايا اذا نقول لك واحد الحاجه اللي خلقك شكون ربي سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ربي سبحانه وتعالى خلقنا رزقنا
شوف ندبر وحنا احنا اليوم رانا نقعدوا على الطابله تاع الماكله في المغرب ياك، ونشوفوا روحنا مجتمعين مع العائله ما شاء الله، والعافيه كاينه والحمد لله، والماكله وناكلوا ونشربوا، والله غير نخلوها فوق الطابله ونوضوا عليها، نخلوا الخير ونوضوا. تعرف يا اخي الكريم، لو كنت توقف مع اللقمه اللي تاكل فيها، شكون عطاها لك؟ ربي سبحانه وتعالى. صح مدها لك عبكي مدها لك، ما يكفيش لازم تزيد تحتاجه باش تقدر تاكلها. يو كاين الناس عندهم دراهم وبدراهم، عنده قائمه 25 حاجه ما ياكلهاش، نحيها للطبيب بدراهمه، وانت لاباس عليك راك فقيره بصح تاكل واش حبيت. هذاك الغني ضربته لاقوت المرض تاعو، ضربوا المرض، قال له طبيب اللحم ما تاكلوش، بدراهمه ما ياكلش اللحم ما ياكلوش. ولذلك شوفوا يا اخواني الكرام، حاولوا بهدوء يا جماعه، الله يجازيكم بهدوء، بارك الله فيكم. الان شوفوا الانسان احيانا بدراهمه ما يقدرش ياكل حاجه، مريض يشوف شحال من حاجه يتشهاها وما ياكلهاش، وانت يا اعطاك ربي النعمه واعطاك القوه والعافيه اللي تقدر تاكل بها. الحاجه الثالثه واش هي؟ كي تاكلها والله ما تخرجها الا باذن الله تبارك وتعالى. يعني الانسان ما يقدرش هذيك الماكله يخرجها الا اذا ربي اذن له. لو كان يحب الله يحبس لك الاكل في بطنك، يدوك كونستيباسيون ولا توكسيكاسيون، يدوك المستشفى تولي تتالم، بصح اعطاك ربي النعمه انك تخرجها. في الاكل نتاعك تتعرف على الله، في النعمه اللي عطاها لك ربي تتعرف على الله. اذا شوف وين ندوروا عندنا نعمه، انت كلك نعمه. شوف شحال عندك الكليه تاعك تبيحها شحال تجيب، الكبده تاعك شحال تجيب، العينين تاعك تبيعهم بدراهم، البصر تاعك تبيعه انت بدراهم، الحركه تاعك المشيه كي تمشي انت وتشوف انسان على العربه يمشي، واحد بالشريطه وانت لاباس عليك، واحد يمشي بالشريطه وانت لاباس عليك، تقطع طريق كيما تحب، تمشي كيما تحب. هذيك القوه والصحه هذيك، ما فكرتش في يوم من الايام انه اللي اعطاها لك هو الله؟ ما فكرتش بانها نعمه من الله سبحانه وتعالى؟ اذا انا نقول لك يا اخي الكريم، شوف كاينه واحد الحاجه لازم دائما تستحضرها، وما بكم من نعمه فمن الله، وهذه النعمه هي اللي تخليك تعرف على الله. وكي تتعرف على ربي عز وجل تولي تعطي له واحد القدر تستحي منه، تولي تمد واحد الحيه لربي عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام واش قال لنا؟ استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. وقال لنا مينيموم كي ما تقدرش، ما عندكش هذيك القوه تاع الايمان، استحيوا من الله كما يستحيي احدكم من الشيخ الكبير. هذه الشيخ الالباني رحمه الله يقول لك هذه المينيموم تاع الايمان تاع الحياء، اذا ما استحيتش من الناس وكذا استحي شويه من ربي. كيما تستحي من واحد كبير هكذا، تشوف واحد مثال جدك ولا عمك ولا تخبي الدخان، استحي شويه من الله. كي تمد ربي عز وجل تعطي له القدر تبدا تحكم الطريق المليحه. الحاجه الثانيه يا اخي الكريم، الله يثبتني ويثبتك ويرطب قلبي وقلبك. الحاجه الثانيه وشن هي؟ عمرك ما تغفل عن المهمه اللي اعطاها لك الله. شوفوا يا اخواني الكرام، عباكم الملائكه واش يديروا؟ ملي خلقهم الله الملائكه عندهم قرون وقرون، ملي خلقهم الله وهما ساجدين يعبدوا رب العالمين، لا يستحسرون لا يفطرون ولا يملون ولا ينامون. الملائكة ما يرقدوا ما ياكلوا ما يشربوا ما يديروا والو، ما يروحوا للسوق ما يشروا ما يديروا والو، حياتهم 24 ساعة يعبدوا في ربي سبحانه وتعالى. وهكذاك يوم القيامة يرفضوا راسهم هكذا، يشوفوا مليح، يشوفوا ربي سبحانه وتعالى ويحط ربي الموازين، الميزان، يجيب الميزان اللي يوزن فيه الذنوب تاعنا والحسنات. يقولوا الملائكة يقولوا ربي، يقولوا له ربي وشنو هذا؟ يقول لهم هذا لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنتهن. يقولوا له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم نهار يشوفوا يعرفوا ربي مليح يوم القيامة، يزيدوا يعرفوا القوة تاعو والقدرة والعظمة، يقولوا له ما عبدناكش مليح. يا جماعة هذو ملائكة ملي خلقهم ربي قرون وقرون وهما ساجدين عابدين ربي سبحانه وتعالى، نهار يشوفوا ربي عز وجل ماشي تسمى اول مره يشوفوه، يزيد يشوفوا العظمه تاعو زياده وزياده، لانه يجيب الميزان وينصبوا، يقولوا له ما عبدناكش مليح. وحنا اللي راه ربي سبحانه وتعالى العظيم، هذا العظيم اللي خلقنا ويدبر امرنا، يعني ما فكروش فيه هكذا نقولوا ربي العظمه تاع ربي كيفاش عامله، ما نقولوش يعني يوم القيامه واش نقولوا حنا اللي رانا راقدين من الصلاه ما ركعناش ربي سبحانه وتعالى، ما نذكروا الله، إذا ذكرناه نذكروه بالسب ولا نحلفوا على الكذب؟ يذكروه بالسب ولا نحلفوا على الكذب؟
أما باش نقولوا سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، ما قلناهمش. وإنما رانا ربي عز وجل هذا قل لك خلي ربي على جهه. مش خلي ربي على جهه، الله هو كل شيء. على بالكم ربي، ربي قال ربي عز وجل عليه أعظم آية في القرآن، أعظم آية هي آية الكرسي، تعرفوها آية الكرسي؟ قال عليها ربي سبحانه وتعالى، يقول فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ربي سبحانه وتعالى أنت راقد في الليل، راقد في الليل، وأمك اللي تسهر عليك رقدت غلبها النعاس، وبويك رقد راح غلبه ولا التعب ونهار كامل وخدام، وانت راقد. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قتلوا كان هذا الجنب هذا كي ترقد عليه تضرب مدة، هذو الأعصاب هذو ما ينضغطوا عليهم الضغط، عليهم شحال من كيلو راه طايح عليهم هذوك الأعصاب هذوك، لو كان تبقى انت هكذاك مدة هذه تزرق وتموت، لازم يقطعوها لك. بصح ربي عز وجل قال لك ارقد ارتاح، انا انتهى الله فيك، خلاك ربي راقد. وش يدير لك الأعصاب هذو ما غير يدبيكاو شوية ويحسوا تروحك بديت تنمل هنايا، وش يديروا؟ يبعثوا واحد لا دوموند الفوق للدماغ، يقولوا له رانا علينا لا بريسيون بزاف، راح يصرى مشكل. الدماغ واش يدير؟ يقول للكور تاعك الجسم تاعك قول له تبدل منها، روح على اليمين، انت تتقلب، انت تكون راقد تتقلب، تكون اغوست ولا دروات وحدك سون ديرونجمون، تبقى راقد ما تنوضش ما تنوضش. عباك شكون اللي تهلا فيك وقلبك وانت راقد؟ ربي سبحانه وتعالى حي قيوم. شوف كل ملك، كل ملك من المخلوقين يجي الناس يرقدوا يطيحوا الارض، مهما كان انا يقول لك انا مالك وانا الروا وانا كذا وانا سلطان وانا قوي، كيجي الناس في الليل يطيحوا يرقدوا الارض. ربي سبحانه وتعالى عبلك يرعاني انا ويرعاك انتايا، والصغير هذاك والكبير والمريض في السبيطار، وكل واحد في مكان ربي عز وجل متهلي فيه، يتهلى لك في التنفس تاعك، تتنفس باذن الله. لو كان ربي ضيق عليك النفس تولي تعيا تعيا، تشوف تشوف وداتو لي زرق تطيح وحدك، ولكن لو عطي لك الهواء راك تتنفس ومتهلي فيك، الكليه يتجبد ما شاء الله، الرئتين يتجبدوا ما شاء الله، والكليه راهي تصفي لك في الام في البول تاعك واشياء كثيره، وانت راك متهلي في روحك ما شاء الله، وتظن في نفسك انت راك متهلي. لا، ربي هو اللي متهلي فيك، ربي هو اللي قايم عليك، نتعرفوا على الله. اذا هذا الشيء هذا اللي داره لنا ربي، علاه خلقنا باش نعبدوه؟ خلقنا باش حياتنا كامله وحنا ناكلوا وحنا نشربوا وحنا نحوسوا. انا نقول لك اخرج حوس، قصر مع اصحابك، ريح في القهوه معليش في الحلال، ولكن خلي هذيك القعدات والقصرات والحكايات واللعب تاع البالون وكذا، هادو ديرهم لله، لله سبحانه وتعالى. قال انا يا راني مع اصحابي قصارين في سبيل الله، نذكروا ربي عز وجل، ما نقولوش كلام ماشي مليح، وعيش حياتك. عبالك انت كي تعبد ربي واقيلا حتى تغلق الضحكه، تعبد ربي رانا لاباس علينا قصارين نضحكوا، رانا نحوسوا، رانا ما لاباس علينا، مش رانا والو، رانا في نعمه من الله. اذا نقول لك انايا، انت راك تحوس على واحد الحاجه، راك تحوس على واحد الحاجه، وشنو هي الحاجه دي؟ السعاده. شوف اللي يحب يدير دراهم يحوس على السعاده، حاب يعيش مليح كما نقولوا احنا بين قوسين، هذه هي السعاده، حاب يعيش مليح. اللي يحوس على الدراهم وحاب يديرهم درع، حاب يديرهم درع، هذاك يحوس على السعاده. واللي حاب يدير جسم مليح ويفتل العضلات مليح او يحوس على السعاده، واللي راهو يدير يحوس على الشهره يحب الاسم او يحوس على السعاده، واللي راهو انسان يحب يدير حاجه فن في راسه ولا يدير اي مشروع ولا ينجح في اي حاجه او يحوس على السعاده، حاب يتزوج السعاده، سياره مليحه السعاده، الهدف تاعنا كامل على السعاده. حتى اللي يعمر في راسه، حتى اللي راهو يشرب الخمر، حتى اللي راهو يدير علاقات غير شرعيه مع نساء، هذو جاي يحوسوا على السعاده، يحوس يعيش مليح وتكون عنده نشوه مليحه ما شاء الله. نقول لك واحد الحاجه، السعاده لو كان ما تكونش داير مصالحه مع الله والله ما تشوفها. ربي يسعدني ويسعدك في الدنيا والاخره ان شاء الله. السعاده لك السعاده عبك منين؟ منا من القلب هذا. لكن القلب من شرح، ما عنديش واحد راني ظالمه، وربي او طالب مني امور انا ماديهم، اذن المؤذن الحمد لله اني كنت مع الناس صليت وجيت، ما عنديش حاجة ما يسلي والو، راني لاباس مع الناس، الناس كامل تشكرني، لو كان نموت دركا الناس كامل تبكي عليا، تما نولي سعيد، كي ندير هذا الأمر هذا نولي سعيد، كي نولي إنسان جار حسن، الناس ترتاح لي، الناس تأمن فيا، تما نولي سعيد. تعرف يا أخي الكريم، الناس أنت درت الأسم، الناس تخاف منك، حاب تعيش سعيد؟ الناس هي خايفة منك، اللي يخافوا منه الناس ماشي رجولة يا جماعة اتقوا الله.
بكرة الراجل، الراجل من هو؟ الذي يأمنه الناس، الذي نخرج أنا من الحومة تاعي. قال هذاك الشاب اللي قاعد قدام الدار هذاك، أنا نخلي رجال على بالي بلي بناتي ومرتي وكذا، على بالي بلي كان رجال في الحومة. نأمن نأمن، ماشي نخاف منك، أنت جاري وخايف منك. الرجولة يا إخواني الكرام أن الناس يأمنوا. الفضيل بن عياض كان إنسان يقطع الطريق، قطع الطريق للناس. وكيفاش تاب هذا الإنسان هذا ولا عالم كبير؟ كيفاش تاب؟ وتاب في السن كبير في السن، حياته قاع يقريسي الناس، يقطع الناس. وكان هذا الإنسان كما أبي ذر الغفاري، كان يدخل قرية يدخلها منا يخرج من جهة لملك، ماشي اللي يجيب لك جماعته ولا أنت واحد يضرب بك عشرين، ولا هو وحده 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 يقاطع المية إنسان على مرة، قاع يخافوا منه وحده وحده. ثم هذا هذا حقيقة كيقول لك أنا باللي أنا آسم، أنا آسم. هذا الفضيل بن عياض، وكان يديرها أبو ذر الغفاري، كان يدير نفس الطريقة. قالوا كان يدخل في قرية يسلب منها قاع واش كاين ويجي خارج، واحد ما يقدر يمسه، الناس كامل تخاف منه. شوف هادو ما صح واعرين، ماشي لازم يضربك بومبا ولا يجيك يخدعك من اللور ولا يغافلك كما يكون عندك والو، لا 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 لا، هذا هذا وجه الوجه، هذا هذا يدخل يقول لهم انا جاي ويدخل، يعني تاع صح قوي. هذا مخبي مخبي، لقى واحد الناس مسافرين تخبوا في غابه، قعدوا قال لك طح علينا الليل نباتوا هنا، احنا اليوم نباتوا هنا. هو مخبي يسمع فيهم، قالوا بدا يهضروا مع بعضهم. قالوا واحد قال له اسمع ما نباتوش هنا، يلا نرفدوا قشنا ونروحوا، او كاين الفضيل بن عياض هنا يقطع للناس، لو كان يفيق بينا باللي رانا بيتين هنا يجي يقطعنا. هو راه يسمع فيهم، عباكم واش قال في نفسه؟ ما قالش شوشو الناس قاعد يخافوني راني داير اسم، ما قالش هذا الكلام، لانه على باله بلي الرجله ماهيش تما. قال لك انا تسمى انا وليت كي الوحش، انا وليت كي البهيمه، انا وليت انايا كي شغل وحش يخافوا منه الناس. قال وراك رايح بيها يا الفضيل، بيهضر مع نفسه. انا نقول لك وقتاش تبدا تسقم، كي تبدا تهضر مع نفسك، كي تبدا تهضر مع نفسك تبدا تتسقم، هادي عرف باللي خلاص ربي راح يتوب عليك. كي تبدا تقعد وراني رايح بيها، واش راني ندير لو كان نموت هكذا، واش راني نعمل مع الناس، واش قلت للسيد، واش هاد الدراهم اللي نجيب فيهم تاع الحرام. كي تبدا تسال، كي تبدا تسال خلاص العقل بدا يولي وبديت تسقم. كي ما بتسالش ما تسالش نورمال، ما كاين والو، الناس قاعده تدير يا راجل هذيك تاع هكذا تغم في روحك، هذيك راح في طريق ربي يعافيني ويعافيك. ولذلك شوف هو كيسال نفسه قال الي هذا يا الفضيل، ولات الناس تخاف منك لهالدرجه؟ زاد راح مشى خلاهم وراح، عنده موعد مع امراه في الحرام، يدخل عندها للبيت، واش دار واش دار؟ راح ينقص فوق الحيط، رجل داخل الدار ورجل برا، راح ينقص في الحيط، المرأة تسنى فيه الداخل، يسمع الجار تاعها، الجار تاعها يقوم في الليل ويقرأ، وش يقول؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وش قال؟ قال بلى لقد آن، خلاص اليوم 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 توبة تاعي إن شاء الله. قعد كيما راه هكذاك في نص الحيط، عاود ولا من هذاك النهار وهو تائب إلى الله توبة نصوحة. ربي سبحانه وتعالى عباك واش جعلوا؟ جعلوا من أكبر العلماء والفقهاء نتاع الدنيا كاملة. دوك كان تروح تقرا الكتابات نتاع الدين تلقى اسم الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض واش اللي دار له هادشي؟ كاين واحد الرجله في قلبك لداخل، ما تغمش روحك يا راجل، اللي يخافوك الناس انت وحش ماشي راجل، ربي يعافيك ماشي عليك. معناتها كي يخافوني الناس، اما وليتش راجل، انا وليت وحش، معناتها الوحش هما اللي يخافوه الناس، الراجل اللي يامنوه الناس، الراجل اللي يامنوه الناس. اذا انت ربي خلقك على واحد الحاجه ما تنساهاش، عمرك ما تغفل على العباده اللي عطاها لك الله. مهما كانت حالتك راك تسكر، راك تسكر كمل صلي ما تخافش، كمل صلي، راك تشرب المخدرات صلي، تجوز الصلاه تجوز الصلاه، ما تروح سكران برك، جايز الصلاه وحدها راح تولي تغرس فيك واحد الحياه، تولي تستحي تقول انا كنت راكع مع ربي درك ها وروح نشرب، اي خلاص حبسنا الحكايه هذه، تولي انت صح حقيقه ربي يعمر لك قلبك بالايمان. يا اخواني الكرام الموت الموت والله 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 ما يخير. شفتوا ناس وين مات الطفل هذاك في تبسه في عمره 20 سنه مات في الركعه الاولى تاع التراويح السنه اللي فاتت. الله يا رب يعطينا موته كيما هذه يا رب. شوف الان تموت وانت تصلي يبعثك ربي وانت تصلي، كي تموت وانت تصلي يبعثك ربي وانت تصلي، عمرك ما تغفل. يجيك ملك الموت يقول لك عبدك باللي خلقك ربي تعبده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
تقول له لو كنت عندي حسابات مع واحد وكنت ندير فيها هذيك وكنت نعمل فيها هذيك. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، عمرك ما تدير حياتك لهو ولعب. شوف اللهو واللعب حاجه نروحوا بها على نفوسنا، كي نعياو كي نملوا نروحوا نقصروا نلعبوا بالون نديروا اشياء كثيره عادي، نلعبوا نلعب بالون عادي مش مشكله، هذوك نلعبوا بصح ماشي حياتي لعب، حياتي ماشي لعب حياتي، حياتي وخلقني ربي كاين ناس تحتاجنا، كاين امي تحتاجنا، كاين بلاد تحتاجنا. مهما كثروا الناس اللي مفسدين احنا نخرجوا في وسطهم كي لومبا هكذايا، معليش كي يكونوا 50 مليون فاسد ونبقى وحدين نصلح نعمه من الله عز وجل. ما تقولش الناس كامل فسدت وخلاص وراحت والدنيا والموف مورا وهكذا يقول والزمان وكذا، لا 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 لا، وجامية تكذب على روحك وتقول هذوك اللي يروحوا الجامع يصلوا هذوك خلاص خرجوا روترات وراح الزمان تاعهم وانا نجي للدنيا. الموت ما يخيرش، الموت ما يخيرش، ماتوا ناس في 15 و20 سنه و25 وغير ذلك. اذا عمرك ما تغفل المهمه اللي خلقك الله من اجلها. حاجه اخرى اخي الكريم، انا نسالك سؤال برك، فكرت في يوم من الايام بلي كاين حياه حقيقيه عند الله؟ كاين حياه حقيقيه عند الله، الحياه هذه اللي نعيشينها منامه منامه. انا نقول لك تحب تجربها؟ شحال في عمرك؟ الايامات اللي فاتوا كيفاش راك تشوف فيهم؟ منام منام. 15 رمضان اللي فاتوا هذوما شنو هما؟ منام ولا غير منامه. الحياه اللي رانا عايشين فيها عباره عن منام، خيال برك هكذا. وقتاش نبداو الحياه نتاعنا الحقيقيه؟ وقتاش نوضوا؟ كي نموتوا. كي نموتوا علاه؟ كاين واحد ربي سماه هنا في القران واش يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. غير يجي ملك الموت يموت يموت يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا كنت الحياه كانت لا لا، يقول لك لا لا الحياه دوك بدات، دوك تبدا الحياه. نقول لك علاه؟ لانه في يوم القيامه كاين الجنه اللي ندخلوها ان شاء الله كامل مع بعضنا، ندخلوا في سن 33 سنه، ما يطيحوا سنانك، ما يطيحوا حواجبك، ما يتقوس ظهرك، ما يتفرطس راسك، ما يشيب شعرك، ما يضعف جلدك، ما يتكمش. تبقى 33 سنه، طول تاعك 30 متر، شحال عباك شحال تعيش؟ ما لا نهايه، ما لا نهايه. لذه لذه، تعيش غير في اللذه، ما تروح تخدم، ما تتعب، ما تروح المارشيات، ما ترفد، ما تتعب، ما ترفد تقل، ما ترفد الهم. درك الدنيا كاع هم، الدنيا داك راك تمنى عايش في الهم، كيفاش وانا دوك ندير الدار وندير المراه وندير كذا، هم هم. ومن بعد دير المراه، دير المراه من النهار الاول نروح عند الشيخ، الشيخ والله غنعبك عندي شهر ملي جبت الدار من انا وياها، تبدا الهم معاها من بعد معاها، ومن بعد فرت معاها خلاص وليتو توالفتو انت وياها، ومن بعد يجوا الدراري، ومن بعد عندي طفل الدار بلي مع الشيخ وكذا منا، ومن بعد طفل داهولي الحبس، ومن بعد يمه تجري بالقفه، وحياتك كامل انتهى. نسال الله يعافينا ويعافيك. الحياه ابتلاء، انا كنا مبتلين. الحياه نتاعنا كل لذه عطاها لك ربي في الحياه مؤقته وغير باش تمشي حالك برك، سواء لذه مع زوجتك ولا لذه في الاكل والطعام والشراب، اي لذه في الحياه الا وتفوت غير دقائق وتروح. علاه؟ خاطرش ماشي حياه تاع لذه، الحياه نتاع العمل هذه، دار دار عمل، دار الجزاء وين؟ الفوق. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه لهم فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. احنا وهم فيها فاكهون، نفرحوا يوم القيامه ونعيشوا ما شاء الله، وما كاش ما لا نهايه، ماشي 70 سنه 80 سنه وبعد خلاص. دوك انت عطاك ربي شباب 10 20 30 سنه تلقى روحك بدا يطيح الانسان، كي تشوف روحك بدا يطيح تقول الدنيا خلاص انا رايحين. اذا الدنيا ماشي هذه الحياه، الحياه الحقيقيه اللي ما تخلصش. فكرت فيها اليوم من الايام، فكرت قلت واش راني لام شويه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما تنظرش نفس واش دارت التاويل في الدنيا، نقول لك دير لهم ملاير اقسم بالله غتخليهم لغيرك وتروح تحاسب عليهم. دير حاجه اللي تخلي تلقاها عند ربي، دير حاجه اللي تسبقها تروح 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 عند ربي عز وجل. ارفد كارت من الارض حطه في لابو بل اعزك الله، هذاك عمل تلقاه عند ربي عز وجل. ابتسم ابتسم في وجه اخيك صدقه منزلا يوم القيامه، رجل يؤتيه الله عز وجل يخرج من النار الى ان قال يعطيه الدنيا وعشر امثالها. 11 مره الدنيا الزوالي تاع الجنه كامل يدي 11 مره الدنيا. احنا هذيك الدار اللي خليها لنا ربي عز وجل فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر، انت عند ربي اغلى من الدنيا وما فيها. انت ما تسواش شويه لبسه تلبسها وتحس روحك انت قيمتك في لبستك، لا 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 لا، انت ماشي تسوى تاع زوج ملايين ترينينغ تاع زوج ملايين وسروال تاع 4 ملايين وجاكيطه تاع 12 مليون. انت ما تسواش ملايين يا راجل، انت عند ربي راك اغلى من الدنيا وما فيها.
ارفض من قيمتك، ارفض من قيمتك مليح. انت ماشي انت عندك ليون دور بها فلاس الاخر، انا شوفوا عندي ليون وعلى انت تسوى ليون، انت اغلى من ليون. انت علاه راك حتروح قيمتك غير في ليون برك؟ علاه راك حط قيمتك غير في ايبيزا برك؟ علاه علاه راك حط قيمتك غير في موطو ولا في 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 لبسه ولا في؟ لا 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 لا، انت قيمتك اكثر من القصور، انت قيمتك عند ربي اغلى من الدنيا وما فيها. ربي عاطي قيمة كبيرة، ولقد كرمنا بني آدم. علاه راك مطيح من روحك؟ علاه؟ إذن أنا نقول لك واحد الحاجة، كاين جنة عند مولاك راهي تستنى فيك، ولازم لك تجمع الثمن تاعها، والعمر يمشي، وإياك أنك تمشي بك الدنيا حتى تلحق. أي كاين واحد الخطفة تاع الحبل بالك منها، كاين واحد الخطفة تاع الحبل. إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذه قالها ربي تعرف وين؟ في القرآن. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يتكلم على الناس اللي يعذبهم الله، قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خلاص تكنولوجيا والدنيا وعدنا كل خير تاوي كاينة، الدنيا تطرطق كما يقولوا الحديد والحقرة وهذيك والحقرة، واضرب كما حبيت. هذوك كامل، هذوك شتم، هذوك كامل، هذوك كي يكونوا بزاف كلش تكاين والخير كامل عندنا في الدين والتاوي كامل. ربي قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. إذن ربي عز وجل يطلق لك واحد هكذا الحبال هكذا، روح دير واش دير نتايا اليوم، راني حقرت وخافوني وما داونيش وهربت لهم وحكموا الجماعة أنا ما حكمونيش، وخرجت للناس وسبيتهم قاع هربوا مني، ونبيع ودير طريق واحد نفق لي، واني نبيع هذيك ونشري هذيك، وسرقت وشريت مسروق، وحقرت الانسان هذاك، ودرت هذيك مع بنت الناس هذيك، وتبليت وارتكبت الفواحش، وما زال لي قوي وما زال بالاسم، والناس ما صرا لي والو، ما جاتني رعده من عند ربي ضربتني، ولا حكمني كونسير ولا باس عليا، الدرسه ما حكمتنيش، تسمى راهي زاهيه الحاله. عبك هذيك الا لقيت روحك هكذاك راه ربي مسرح لك، وانت راك دير فيهم كحوله، دير في بالك باللي راك قريب للخطفه تاع الحبل، راك قريب يخطفك الحبل هذاك. ردوا بالكم الى خطفك الحبل هذاك، راه ربي اذا اخذه لم يفلته، لانه كاين من داك حنا نقولوا ربي سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، نقولوا بلي ان الله يغفر الذنوب جميعا، بصح سريع الحساب يا اخواني الكرام. اختم لكم، نعم اختم لكم بقصه يا اخواني الكرام، حتى الانسان ما يروحش البعيد وللظلم. كان واحد الإنسان وش دار في يوم من الأيام، كانت عنده عبارة في نهر الموصل في العراق، كانت عنده عبارة هذه في الخمسينيات، هذه كانت عنده واحد شو العبارة تعبر للنهر، يركبوا فيها الناس يجيبوا الطوموبيلات تاعهم والحمير تاعهم والبغال تاعهم والمتاع، يسوقوا ويركبوا ويقطعهم الواد، يقطعهم النهر ويخلص عليهم. إنسان عنده مكانة، يعني هذاك الوقت هذاك اللي عنده حاجة كيما هذه معناتها راه حاجة كبيرة، يركبوا معه الناس نساء ودراري واللي يحب يقطع هذيك البحر هذاك حتى باش يروحوا لديورهم، يروحوا يسوقوا ويعاودوا يولوا. الانسان هذاك عنده النفوذ وعنده القوه، واحد ما يتكلم معاه لا شرطه ولا حتى واحد قاعد دايرهم تحت يده لانه عنده دراهم. اذا هذا الانسان من رجال الاعمال، واحد النهار كان راكب في العباره تاعو معلم ويشوف الناس، فوجد امراه عندها صبي، امراه عندها بيبي في هزته عندها، وهذيك المرأة جميلة شوية، كي شافها طمع فيها الإنسان هذا، فسألها نفسها، راح عندها تبلاها، فقالت له أنا امرأة عفيفة، أنا امرأة مانيش تاع داك الشيء هذاك. تعرفوا واش دار لها؟ هددها تما، قالها هددها تم في العبارة هذيك، قالها يا تستجيبي لي وندير واش نحب، وإلا هذا الولد هذا نرفضه نرميه في البحر عادي. قالت له لا، واش دار؟ رفض الولد هذا كرمى في البحر. مات طفل، وبكات الأم بكاء شديدا، بكات الأم بكاء شديدا، هذه قصة حقيقية، بكات الأم بكاء شديد لأن وليدها الصغير هذاك اللي كان في عبونها ترفد من حضنها وترمى في البحر ظلما وزورا، وبالقوة تاع هذاك الإنسان اللي كان قوي واحد ما يقدر يقول له علاه، والناس ولا واحد يتكلم، ولا واحد يقدر يتكلم لأنه فلان يقول لك مع من تهدر، هو شاري كلش الدنيا كاع شاريها، كيما بعض الناس دركا، كيما بعض الناس دركا، او يبيع والناس الجيران يقول لك ما قدروش نهضروا عليه، راهو دايرهم طريق منا ومنا تهضر عليه يبيعوا باللي انا بيعت ويدنا لي بناتي لولادي هكا يديروا منه.
وكاين رب فوق السبع سماوات. هذا الانسان عباكم واش دار؟ مشى الزمان وراحت القضيه وماتت بالتقادم. وجا في يوم من الايام يخدم بوشي، فتح حانوت ودار لابوشري هذه ولا يبيع جزار، وحكم الحانوت نتاعو خدام. ولا في يوم من الايام يسمع العياط قدام البوشي تاعو، يخرج يلقى زوج يضربوا بالمواس. هو طلع عليهم لقى واحد ضرب واحد في كرشه بالموس وهرب. راح يجري باش يسلك هذاك الانسان ويموت. هو مس الموس هكذا باش ينحيه له من كرشه، جاوا الناس، جات الشرطه كامل حكموه، قالوا له انت اللي قتلت يا راجل. قالوا له انت هاو الدم فيك، هو الدم تاع البوشري بالطابليه تاع البوشي. قالوا له هاو الدم وهاو الموس في يدك، انت اللي قتلت. ما قدرش يبرأ نفسه، ما قدرش. في يوم من الايام جوزوه للتحقيق وحكموا عليه بالاعدام. تعرفوا كي وقف في المشنقه واش قال؟ قال لهم شوفوا نقول لكم واحد الكلمه، انا والله ما قتلت هذاك الانسان، بصح هذا الاعدام هذا نستهلوه. قال لهم كاين رب فوق السبع سماوات كان حكم عليا بالاعدام. ومن بعد حكى لهم القصه هذه هو بلسانه، نهار ما الطفل الصغير هذاك في يوم من الايام قال لهم ربي والله ما خلى الدم تاع الطفل الصغير هذاك، بصح راح نموت انا. وشوني قومت، يعني عاد كاين عداله تاع ربي فوق السماء ما تنساكش. تهربت اليوم الجيش وكلته وخرجت منه وطلقوك في لاكراس، او كاين عداله فوق سبع سماوات. راك منتهك حرمات تاع الناس، راك منتهك بنات ناس، راك مضيع عمر تاع ناس، راك ديت عقول تاع ناس، راك دي مينور دي تورنيتهم نتايا، راك درت امور ماشي ملاحك، نشرت فاحشه. رد بالك، رد بالك من الظلم، ان الظلم ظلمات يوم القيامه. اخواني الكرام سمحوا لي، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نخلي الكلمه للمشايخ. روح يا شيخ، فيك بارك الله. امين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ثم اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الحقيقه والله غير اني مانيش مندهش، اني منبهر من واحد الحاجه. هذه الحاجه انه قبل ما نجي لهاد 1600 هذه، واحد ثلاث ايام ولا حتى وكان وين درت، نقول للناس يقول لي واحد وين نهار الخميس وين، نقول له في 1600. لي نقول له 1600 يقول لي او هكا حل 1600، هكا حل 1600. حتى اليوم عيطت للمراه قلت لها ولا ما وليتش تزوجي مع 1800. الشاهد انه شغل قلت حتى هضرت مع الشيخ قلت له كاش لاسيرونس 1600 يديروا علينا في كاش حاجه. سبحان الله جيت يعني نقدر نقول لك واش شاركت في ملتقيات تاع الكلام عن المخدرات والافات الاجتماعيه. نقدر نقول لك يعني افضل وما كانش حاجه منظمه كما هاد كما نقول لك المنطقه هذه تاع 1600. يعني نقول لكم هكذا باش ما ديروا لي والو. المخدرات يعني باش ندخلوا مباشره الى الهدف. ونشكر الشيخ طاهر حفظه الله على هذه الكلمه والتوطئه الايمانيه، لان النجاه تاعنا راهي بالايمانيات، والنجاه تاعنا راهي بتحسين علاقتنا مع ربنا. نسقسيو سؤال، لماذا المخدرات؟ لماذا المخدرات؟ حبينا برك نسقسيو وعلاش المخدرات؟ الانسان علاش راهو يتناول في المخدرات؟ لازم يسال روحه هذا السؤال. شوف اليوم راح نمد ثلاث رسائل. كاين رساله نمدها للناس اللي ما تناولتش المخدرات واللي ما راهيش تتناول المخدرات، اللي هما الشباب تاعنا والصغار واللي راهم هنا يعني ماهمش يتناولوا المخدرات، لكن نخافوا انه يتناول المخدرات. الرساله الثانيه راح تكون للناس اللي راهي تتناول المخدرات، والرساله الثالثه راح تكون للناس اللي راهي تبيع في المخدرات. اول رساله للناس اللي مانيش تتناول في المخدرات، نقول لهم ما هي الاسباب اللي تخلي الانسان يتناول المخدرات؟ على بالكم الجواب على هذا السؤال؟ انا والله ما نحبش نكون نظري، زعما نروح نبحث ونروح نقرا وبعد مذكرات ونبدا ونحوسوا باللي كيما قلنا حنا قال اسباب تناول الاسباب تاع تناول المخدرات منين ديتهم؟ ديتهم من عند الناس اللي تتناول المخدرات. يعني هنا
فمن بين هذه الأسباب مثلا تقدروا أنتم ما تقولوا لي، لكن من بين هذه الأسباب أولا الفضول. وش معناتها الفضول؟ الفضول هو حب الاستكشاف، أن الإنسان يحب يدوق هذه الحاجة. عندها أظن 13 سنة كنا درنا النشاط هذا في باب الواد، درنا خيمة في باب الواد بحكم أنه أنا وليد باب الواد وغدوة عندي نشاط في الكاريير في مسجد التوبة تاع الكاريير، هكذا باش نزيد نضمن لكم سامح ما يصرى لي والو. المهم درنا النشاط هذا، فجاني واحد الإنسان ما نسيتوش، مازالني الصورة ديالو ننساها. جاني هكذا قال لي ديك المسكين هنا بالبيوضية وشغل، المهم يعني الحالة ديالو مزرية. حاول أن ينتحر خمس مرات، خمس مرات هو يحاول ينتحر، قطع روحو منا قطع روحو منا، ما ماتش. لما بديت نحكي معاه يقول لي يا شيخ عاونني حاب نخرج، جاني حاب نخرج. قلت له في عمره 25 سنة وهما من عائلة غنية لاباس بهم، قلت له نسقسيك سؤال، أنتم ما راكم لاباس بهم، أنت واش دخلك في المخدرات؟ قال لي الفضول، الفضول حب الاستكشاف، حبيت نذوق. على بالك شغل انا ضيقني هكذا زعما راني قاعد مع صحابي وبعد يقول لك نسقسيك يا فلان انت دقت صاروخ؟ ما نعرفش صاروخ. وبعد يبداو يعيطوا يا رابح يا ليك ليك صاروخ ما يعرفش. وبعد يقولوا ما عطوني يدو خلاص صايف باش نولي معاكم انا باش نعرف كيفاش كي واحد يدوق هاد الحاجه. قال زعما كي واحد مثلا يتكيف، يعني كيما نقول لك حنا الزطله واش يحس هذا الامر الانسان يحب يدخل فيه، يقول لك ندخل فيه. حنا النصيحة اللي نقولوا شنو؟ الناس اللي تتناول المخدرات واش يقول لك؟ المشكلة راهي في الجبدة الأولى والحبة الأولى، هذوك هما الكارثة الكبيرة. هو الآن هذا حب يكتشف، أنا واش نقدر نقول لك؟ لو كان نعاود نولوا لحياتك اليومية، حياتك اليومية، نحكم حاجة نقول لك غمض عينيك افتح فمك، تقول لي كيفاش؟ نقول لك افتح فمك نعطيك حاجة، تقول لي والله ما نقدر. علاش ما تقدرش؟ دير فيا الثقة، ما نقدرش ما نقدرش، قول لي واش حتعطيني، لازم تقول لي واش حتعطيني، يا سيدي أكثر من هذا، تدخل أنت لداركم، تلقى يماك طيبت ماكلة شغل مخلطة، باقة، ولا قلبوب، أنت ما تعرفوش، تقول لها وشنو هذه قبقوبة وشنو هذا، تقول لك يا ودي كول كول وبعد تعرف، تقول لها والله لا ناكل، ولا غير تقولي لي وشنو، إيه تسمى الإنسان، بدينا نشوفوا بلي الإنسان، هذا الإنسان ما يقدرش يدير حاجة في فمو ما على بالوش واش بها. ولذلك الآن الإنسان كيفاش أنت تخاطر يعني باش تحب تكتشف حاجة للناس، الناس الناس راهم موليين، الناس هي مولية، الناس تناولت المخدرات وتعبت، راح نتكلموا مع هذا الصنف، تعبت من المخدرات وراهم موليين، وراهم يقولوا لك والله العظيم والله والله ما راح ترياح، غير راح تندم، ما راحش ترياح، ما راحش تكتشف. الحبة هذه اللي حديرها في فمك، هذه الحبة في فمك، واش راك دير في فمك؟ ما على بالكش، تقول لي زعما ليريكا، نقول لك وشنو هي ليريكا؟ تقول لي لا لا شغل ليريكا الدواء تاع الارتروز، معناتها الناس اللي عندهم الآلام يحبس لهم الآلام، لما أنت تتناولها وما عندكش الآلام، راح يخرج لك سيروتونين، يخرجوا لك المواد اللي تخليك تعيش نشوة، تعيش فرحة كبيرة، هذيك الفرحة كبيرة هذيك تخدم وقت صغير وبعد تعاود تولي. وبعد تقول خلاص لازم نعاود نعيش هذه الفرحة، وبعد تبدأ تمشي حتى تدخل في الإدمان. ولذلك أنا دائما نسأل الناس اللي تتناول المخدرات، نقول لهم نسقسيكم سؤال، كي يجوني أنا الناس اللي تتناول التوتنة، نقول له نسقسيك سؤال، التوتنة هذه باش مخدومة؟ الواقع كاع الناس دوك هكذا الشباب كاع يقول لك، واحد يقول لك فيها السحر، البارح واحد قال لي فيها العظام تاع الضبع، هذه أول مرة نسمع بها عظام تاع الضبع. وواحد يدير فيها لخر قال لك يخدموها الافارقه هما اللي يخدموها ما على بالناش، يعني تصور انت يخدموا لك مكون وتجي انت ديرو باش تضرب، واش تضرب؟ عباك المخدرات واش يضربوا؟ اسمحوا لي على الكلمه لانه انا رانا هنا باش نخرجوا خاوتنا وولادنا وحبابنا من هذه الافه هذه، من قلبنا انا حابين نخرجوا. يضرب لك العقل، شت العقل يغيب عقلك، العقل هو الفارق بينك وبين الحيوان، حيوان وإنسان الفرق بيناتهم العقل. جيت أنت نحيت العقل، لما لغيت العقل تولي شغل أنت والحيوان كيف كيف. ولذلك الآن كانت عندي واحد الحالة تاع واحد راه مع صحابه وتناول المخدرات، تقلقوا ضربوه، ومن بعد هو كيف فطن؟ وين فطن؟ فطن في الحبس،
قالوا مش انا ندير هنا. قالوا لي يا ودي انت راك قتلت. شكون قتلت؟ قالوا لي يا ودي قتلت صاحبك لامي انت نتاعك. زاد داري ديبريسيون. واش من حياه هذه؟ واش من فضول؟ واش من حب الاستكشاف؟ واش من حب الاستكشاف اللي نبداو نقولوا بلي المخدرات يعني هذا الحبه هذا الغبره هذا الوخا واش دير؟ دير العمى، دير الشلل، دير الجنون. شحال من واحد تلاقيت به هبل، وشحال من واحد تعرفوه باللي هبل ولا ذهبول، ويولوا الناس يتمسخروا به، يولي موسوس، يجوا الهلاوس، يجي لك يقول لك يا شيخ، يجي لي السلام عليكم يا شيخ، انا يسمع الاصوات، هم يهضروا معايا، وبعد هذه وبعد الاخر، وقيت الجنون، خلينا من الجنون، يا ودي الجنون، خلينا الجنون ترونكيل. انت كي واش تناولت؟ يقول لي تناولت هذا ضرر المخدرات، ويولي خايل، يطيح عليه البلافون، يطيح عليه هذا، وبعد يولي موسوس هذاك ويضحك عليا، نروح نقتله، نروح ندير، اي استكشاف هذا؟ واش من فضول هذايا؟ جربت انت، جربت هذا الامر، زدت جربت هذه الحاجه، جربت، علاش ما يكونش عندك الفضول للخير؟ جرب حلاوة الإيمان. جربت صلاة الفجر جماعة. جربت تصلي صلاة الفجر وتقعد حتى للشروق، تقرا قرآن وبعد تصلي زوج ركعات وتجي خارج، عبد تحس روحك أنت أقوى رجل في العالم، لأنه من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ماشي في ذمة فلان وفلتان، قولكاك معايا، أنت تاوعنا، هذا راهو معايا، أنت تقول ضرارية كاع ما نخافهاش، علاش؟ خاطر راني مكاتف فلان، أنت الآن في ذمة الله، يا خا هذيك القوة، يولي عندك واحد القوة كبيرة. لأنك الآن تجرب أك تدخل دخلت في علاقة مع رب الكون اللي راه حاكم الكون قاعدك أنت الآن في تصالح معه. السبب الثاني للإنسان يخليه يدخل في المخدرات وهي الكثرة. شت الكثرة زعما تقول له تسقسيك علاش هكذا؟ يقول لك خلاص يا ودي الغاشي كاع يتناول، أنت ما على بالكش واش كاين، الغاشي كاع يتناولوا الناس كاع راهي تتناول، شبيك؟ شكون هذا ماهوش يتناول؟ الناس كاع راهي تتناول، والله ما تقدرش تعرف اللي تشوفو تلقاه بلع دير 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 دير. وكأنه الإنسان عنده واحد الشعور دنيوي، وشنو هو؟ أنه كي الغاشي كاع يدير هذيك الحاجة، تولي تحس بلي ما فيها والو. على بالك هذا الشعور شعور دنيوي. الإغترار بالكثرة في الدنيا فقط، يقدر يلعبها لك زعما بلي مثال زعما شغل بلي كاع راهم يديروا هذيك الحاجة ما فيها والو. الشيخ كيما تكلم على الجنة، كاين واحد الحاجة لازم تعرفوا جهنم واش فيها. أخف الناس عذابا في جهنم عم النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جمرتين يغلي منهما مخ ودماغه، ياش الدم تاع المخ ديالو يغلي من شدة الألم تاع جهنم. ولذلك لما هذا الألم هذايا، الله عز وجل ماذا قال لأهل النار؟ قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ديروش في بالكم زعما كيما في الدنيا، زعما تدخل انت مع ولاد حومه قاعدك واللي كانوا يقراوا معاك وفاميلتك الجهنمه، دير في بالك بلي لا الجهنمه انا كاع ولاد حومه حاكمين واحد الفراش، كانش هذه ما عندهاش علاقه. العذاب عذاب أليم، العذاب عذاب أليم، إذا ما تغترش، لأن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه اثنان، ويأتي النبي ومعه واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. بهذه العقلية ما تقدرش تكون انت هذاك الواحد، وما تقدرش تكون هذوك الزوج، لأنه تفكر بلي البلاد كاع ما أمنك، إذا ما تخطرش بالكثرة، لأنه كيما كاين الكثرة تاع الشر، ولا غير كاين كثرة كبيرة تاع الخير، وهوليك الكثرة تاع الخير، كاين ناس ما حضرتش يقول لك ما كان والو، بصح أنت لا تخطيت العقبة وجيت، ولازم تعرف بلي والله مادام جيت، ربي اللي خيرك باش تجي، وربي الذي أراد لك أن تكون من الحاضرين، وباش تحضر هذا الخير. وربي هو اللي سخرنا، دوك نحكموا شيخ رشيد نقدروا نحكموا معاه الظروف تاعو، يقول لك والله ما كنت قادر نجي وجا، وانا والله ما كنت قادر نجي وجيت، والشيخ طاهر كيف مالك ما كانش قادر يجي وجا، دوك كل واحد فينا يقول لك درت درس مور العصر ودرت مور الظهر والصباح قضيت ودرت منا، ومن بعد تلقى روحك روح لميل سيسون، صح انا شحال روح لميل سيسون ودي انت ميل سيسون باش تمد الكلمه تاعك لعلك تنقذ غيرك. فربي أراد لك الخير إن شاء الله بهذا الحضور. السبب الثالث من أسباب تناول المخدرات وهي الظروف. الظروف يقول لك الظروف. قبل يومين درنا حصة في الإذاعة القرآن عن المخدرات. عيط واحد على المباشر في الليل عيط.
السلام عليكم. السلام. قال لك انا بابا ويما بابا تزوجوا، كل واحد تزوج، ويما بابا يما تزوجت وبابا تزوج وخلاوني وحدي، وانا ما لقيتش ناكل وكذا، وماني مدمن مخدرات. وبدا يهضر، ومن بعد بديت نتكلم معاه، قلت له سقسيك يا اخي، هذا المشكل اللي تحكي فيه واش عنده علاقه مع المخدرات؟ علاش الانسان، شوف ما كانش واحد يقدر يولي قريب لربي كما الانسان اللي مضيق عليه، لانه ربي ضيقها عليك باش تولي له، غلق لك البيبان تاع الارض باش تطلع راسك للسماء. شوف يا ربي كيفاش انت، يا انت راك تخمم مليح، كيفاش انت تغلقت عليك في الـ في الـ في البيبان. دقيقه برك لو كان نخليه ولا الشيخ حاجه باش نشوف واش عندنا. بارك الله فيكم. انت الان اغلقت عليك ابواب الارض، انت ما لقيتش خدمه، ما لقيتش باش تزوج، ما لقيتش ظروف، عندك مشاكل في الدار، عندك هذه، واش لازم دير؟ لما انت الان يتغلقت عليك واش لازم دير؟ لازم تشوف الذي بيده مفاتيح السماوات والارض. علاش راك زيد تروح انت للمخدرات؟ علاش راك تلجا الان؟ دقيقه قول لهم دقيقه معليش. علاش انت الان راك تلجا؟ واش عندها علاقه؟ شوف تبعوني مليح، واش عندها علاقه انسان ما راهوش خدام وراه مخلوق عليه يروح فرضا، سمحوا لي، يروح مثلا يصطاد ويروح يبلع ويروح يدير الغبره، وكي تجي تقول لي يقول لك انا ما لقيتش خدمه، مش عندها علاقه، راك تزيد تزيرها على روحك، راك تزيد تغلط على روحك. ولذلك الان الاولى ان تلتجئ الى الله رب الظروف تاعك، رب الحلول. شتي الحلول؟ الحلول بيد الله، المفاتيح الان بيد الله، راهي في يدك. الجأ الى الله وتلقى البيبان بداو يتفتحوا عليك. ايضا من اسباب تناول المخدرات وهي الصحبه، شلونتوراج، لونتوراج اللي تكون فيه، لونتوراج اللي تكون فيه مع الناس اللي راك تكون معاهم. حنا ولاد حومتنا اللي كانوا يخدموا السردين وكانوا تجي انت تروح تقعد معاهم صحاب لابيشني، تهبط لابيشني تريح معاهم، دير له هكذا عمرك ما هضرت على بالك نريح، تقول له نحيك اش راكم مريحين؟ يقول لك مانيش موالو. علاش؟ لانه من شده انه قعد الحوت راح له الحساد تاع الشم تاع الحوت، ما يعرفش الحوت. ولذلك احنا في حومتنا في باب الواد نشفى اكرمكم الله، كان عندنا اكرمكم الله زيقوف دخلها تاع الحومه، كانوا كيجوا الضياف يديروا او مون ديو، وحنايا ما نشم، جاني شميت انا هذايا، وشو مون ديو هذا ما نشم والو. علاش؟ لانه حنا نضنا هذاك خلاص، نضنا به هذا الامر. ولذلك لما انت تكون عايش في صحبه، هذه الصحبه يعني شكون ما فيها والو، فيها غير بلات نط انضربوه غدوا راح نصدموا له اروح لعندنا، اسمع انت غدوا نعيط لك كون واجد، ام جايين هادو، اي جات سلعه، اي خرجت سلعه. هذا هو العالم ديالك، ما فيش السلم، ما فيش الراحة، ما فيش مشاريع، ما فيه والو، فيه غير آراء، ضرب، اقتل، كسر، نديرو، وحياتك راهي حابسة، والوقت تاع عمرك راهو يمشي. خامسا من الأمور اللي تدفع، وهذه أخطارهم، اللي تدفع الإنسان كما قال الشيخ مقبيل، وهو مفهوم الرجولة، كون أنه ربطنا المخدرات بالرجلة. سمحوا لي خوتي، وراني خوكم أنايا، ادوني على عقلي. لما الانسان يعني وهذا الامر لازم نبدلوه، لما الانسان اللي يضرب بالموس والانسان اللي يجي الحومه يبدا يسب في الحومه كاع والجيران يخافوا مساكن خاطش على بالك يضرب بالموس وقبح، هاد الناس نعيطوا صحاب الرجله. لما تعيط انت صحاب الرجله صافي، شو واش رانا نديرو؟ رانا نديرو برمجه باللي يا ودي هذه هي الرجله، وبعد انا شغل خاطيني لقيت روحي باللي لازم نولي مع اصحاب الرجله، وبعد اصحاب الرجله باش يعطوني لا كريم واش لازم؟ لازم نبدا نضرب، لازم ندير، ولازم نتناول المخدرات. انا نقول لك حاجه، المخدرات تنافي الرجوله. علاش تنافي الرجوله؟ نبداو نتكلموا على الرجوله، نبداو نلقاو باللي الرجوله من بين الامور زعما تاع الرجوله، انه يقول لك انا ما يمشيني حتى واحد، الراجل ما تلقاش يمشيه، زعما يجي واحد يدير له ايه، يروح لهنايا. كنت نقري عندها سنوات، نشفى لها في التسعينات، كنت نقري عندها شباب من بينها هما كبار عليا، يعني كانوا ناس تاع مخدرات، هذاك الوقت كان الشراب ما كانش المخدرات، كانوا تاع شراب، صافي تابوا الى الله ولا ولينا نقريهم، صافي. ولات رحنا للتراويح وكنت حكيت لهم على الصف الاول
صلينا. الان رانا واقفين في الصف من بينهم كان واحد هذا كيف كيف مضروب هنا فوتو اذا كذا ما شاء الله يحفظ في القران ومعنا في الحلقه. واحد من الصف التالي ولا الصف الاول قال له هكذا اي قال له هيا زعما روح للصف الاول قال له وي عشينا الخلطات. قال لي ما يديليش هكذا يا ما يسيرنيش. قال لي انا ما كانش واحد يدير لي هكذا بصبعه ويدير لي بيدو هكذا. شكاش تولي عامل معناتها انت تقول بلي لا انا واحد ما يمشيني على بالك المخدرات واش دير تولي تمشيك ولا غير تمشيك ونكون معكم اكثر صرامه واش والله ما ماشي ضامن المذكر ضامن المؤنث يعني تمشيك مرا ماشي راجل كيفاش مرا معناتها الزطله تا مربوطه الغبره تا مربوطه ليريكا تا مربوطه او ما كاش راجل قاع ينسى كيفاش يمشيك تمشيك زعما تنوض الصباح على بالك الانسان ينوض الصباح ما تقول له روح تسرق يماك لا يما العجوز نموت عليها روح تسرق بصح يما روح تسرق انا عندي الحاله بهذا الميكرو روح تسرق روح تسرق وي روح يسرق ما يقدرش يتحكم في روحه هيا ارقد ما يحب نخرج ارقد وترقد اكذب اضرب اضرب الولي انت عبد شت انسان كان حر ما شاء الله الطير الحر كان ينوض الصباح كان يخرج كان يضحك كان يدير فجأة ولا مسجون ولا عبد يخدم عند هذا الحجر حتى انه مرة جاني واحد قال لي يا شيخ والله العظيم ما راني عايش قال لي غير نفتح عيني الامنية تاعو شنو كيفاش نتحصل على هذيك الجرعة ديالي الدوزة ديالي وكل واحد والدوزة ديالو قال شحال الدوزة انا اكبر واحد جاني من الدوزة مليون في النهار قال لي والله غير كل يوم لازم ندبر مليون شحال يدبر مليون هذايا عبك 30 مليون في الشهر قال لي عييت كل يوم لازم ندبر مليون والله غير كل يوم كان يدبر مليون كل يوم كشي يدير بصح كل يوم يدبر مليون ويدبر هذاك المليون وبعد الاخر بعد كي النهار ما يدبروش يقطعوا او يتعذب قال لي ما كانش مانيش عايش اي رجوله هذه انه الانسان الان الراجل من بين المشاكل من بين الامور تاع رجوله وشنو يقول لك انا زعما راني جايز منا يجوز منا وبعدها وجايز منا يجوز منا ما كاش ما حد زعما يقول لي ما تجوش منا نجوز منا ونواجه كاع الناس ما شاء الله يبارك اذا الراجل من خصائصه وشنو يواجه مشاكله تواجه مشاكلك ايه تواجه مشاكلك اذا علاش راك تكذب على روحك عندك مشكل واجهه عندك فقر عندك دين ما تزوجش عندك الاخر حبيت تروح حبيت تجي عندك ضيق في داركم عندك مشاكل عائليه علاش ما تواجههمش واجه المشاكل اخدم نوض غرس تزوج دير المهم دير الحل عمرك اقترب من الله صلي زوج ركعات ادعي ربي يفتح عليك علاش تروح تكذب على روحك علاش تروح انت في حفره هكذا وتولي انت زعما تبلع ولا تزدل وبعد تبدا تقول ايه ده من الله غالب الظروف والمشاكل ديالك واش راهم يزيدوا؟ راهم يزيدوا يكبروا، إذا كانوا عندك الديون ديالك راهم يزيدوا يكبروا، إذا زادوا حكموك لابوليس راح يزيدوا يكبروا، والأمر راه يزيد يكبر. الرجولة الآن من خصائص الرجولة وشنو؟ ما تنساش الخير، الراجل ما ينساش الخير. شت زعما جينا من سيسون وكرمتونا، ما ننساوش خيركم حنايا، والله ما ننسى خيركم، غدوة عندي في مالاكوف، ولا راح نحكي عليكم، نقول لهم من سيسون الله يبارك. غير ما شاء الله من الضمين ومرتبين واعطاهم 10,000 الوقت على المحاضره ربي يجازيهم فما شاء الله قال يا ودي نحكي ما ننساش الخير هذا هو الراجل ما ينساش الخير كاين خير بعد خير الله تبارك وتعالى عليك اول حاجه ان الله عز وجل النعم كما قال الشيخ مقبل النعم يا ربي عطاك علاش نسيت الخير ربي عطاك نعم الان علاش تنسى في الفضل تاع الله عليك واش راك حاب انت يا اخي تريسيتين خلصوها لازم شي واحد تريسيتي باطل الماء باطل باشي باطل تخلص الماء فينيات تاع الاخر تخلص كل حاجه بالدراهم انت واش راك تخلص راك تشوف راك تخلص الكره تاع عينيك اتصور لو كان ربي قال لنا باللي في كل شهر لازم تصدق 300,000 والا تروح لك البصر زعما كيما راني نهضر هكذا وبعد نولي عمى ومن بعد تقول لك واش بيك شيخ ما خلصتش على بالك عطوني 300 دقيقه باش نكمل الدرس ولا راك تسوق انت وبعد تولي عمى دير راك سيدو علاش ما خلصتش سيدو ولا السمع ديالك انت راك تسمع باش راك تسمع باطل
راك تشوف باطل، تمشي باطل، كلش باطل. وين هذايا؟ وين هذا؟ وينك رايح؟ وبعد تزيد تفسد الامانه، ربي عطاك امانه تعاود تفسدها. اذا ما هو الكره تاع كيفاش ندير عينيا؟ سهله، ربي قال لك شوف واش حبيت، الا هاد الحوايج ما تشوفهمش. اسمع واش حبيت، هاد الحوايج ما تسمعهمش. كل واش حبيت، ربي قال لك كل واش حبيت، وربي اللي خلق لنا هاد الحاجه اللي ناكلوها. عيبك لو كان والله بالمجمع هذا كاع اللي رانا هنا، والله نقدروا كاع نقولوا حاجه حاجه. زعما هكذا العنب، لانجاس، بطاطا، بصل، باذنجان، تفاح، فلفل، قرعه، نكمل، نقدر نكمل، كرافس، العدس، لوبيا، بركوكس، ورانا طالعين وانا نحكو نحكو. هادو كاع ربي لي من خلقهم لنا، لي من خلقهم، خلقهم لك ليك نتايا باش انت تستمتع وتحقق الحكمه التي من اجلها خلقت، وهي تحقيق العباده. كيفاش انت هادو ما كاع خليتهم؟ راح لي العنب فاسد، قارص فاسد، يفسد العقل، جيت انت شربته باش انت تفقد العقل ديالك. كيفاش خليت كاع هاد الامر باش تروح نتايا دير حاجه اللي انت والله ما تعرف باش مخدومه؟ جيت تشوتنا حاجه ما على بالكش وديرها انت في راسك باش مخك يبدا تفسد في الخلايا تاع المخ ديالك، ويروح الذاكره ويروح لك كلش. ثانيا من الناس اللي ما تنساش الخير ديالهم والديك، يماك وباباك. علاش ما عندكش الحلقة؟ علاش راكو ام اتي زعما مامو افونتو؟ لا لا، الواقع يقول. علاش وليد الجيران يشري ليماه سلسلة وانت تسرق ليماك سلسلة؟ علاش يماك كانت حابة ترفد ولادك لقات روحها ترفد القفة، وجايتك البوسعادة ولا برواقية، وتقولها يا يما خلاص كي تخرج تعاود تزيد، ويماك راهي تجري حتى نهار تموت تبدا تبكي، وهذاك النهار تموت في عود ما تصلي على يماك وتولي تدعي وتقول يا ربي. لا لا، ذاك النهار يسكنها يخبط مليح امور يبدا يعيط يا يما. يماك ما يستحقش هذا الشيء، يماك تحق من الدعاء. ثلاثة، العمل الصالح وولد صالح يدعو له، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. وشكون الثالث؟ ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ماشي كيموت بابك في الجنازه تجبد روحك ويجوا كاع اصحابك معك يا بوح، وبعد يعطيك الصحه كي جيت. زعما جاو اصحاب الحراش واصحاب بيلام واصحاب هاك الاخر بدا الحومه وانتيك، وزعما هكذا ورانا قاعدين، وهذوما كاع ما صليوش، وواحد ما دعا ليماك، وواحد ما داروا له والو، ما استنفعت والو يماك، لا في الدنيا لا في الاخره. وين هادي؟ وينك رايح؟ وينك رايح؟ هذاك اخطر شيء في المخدرات، عندها وقت، والله غير عندها وقت، والله لو كان ماشي انا على بالي بلي كاين ولاد باب الولد هنا، نقدر نجبد اسماء يعرفوهم. تريب عندك وقت، شوف 20 بعد 30 40 فوق 40 خلاص يبداو سنانك يطيحوا، تبدا تتعوج، وبعد يبداو دراري صغار يحبوا يديروا بك الاسم، طب يضربوك، وبعد تولي تخاف وتولي تخايل، وبعد تولي تحكي بكري انايا كنت خلاص، وبعد خلاص، وبعد واش لو تفطم تلقى تاع عباد زعما كانوا يقراو معاك، عندهم دراري يجي يقول له هاوليك بوس عمو، وبعد صح هذا وليد هاك وبعد خلاص الهضره، وبعد واش ومن بعد ونسي دارت دراري تزوج، ومن بعد وليد هذا وليد وليدك، وانت مازالك قاعد في الحومه، وليد وليد وليدك، وينك رايح؟ خلاص افطن، افطن، توب الى الله، ولي تشوف البيبان مفتوحين، الله عز وجل يفتح عليك الابواب. اذا الانسان ما كانش من هذه الرجوله، بالعكس الرجوله راهي في الوفاء، الرجوله راهي في علاقتك مع ربي، تصحح العلاقه ديالك مع الله تبارك وتعالى. رسالتي الى اللي راهو يتعاطى المخدرات، والله غير راني حاس بك، وحنا رانا هنايا باش نعاونوك، وعلى بالنا بلي والله شوفوا خوتي قسما بالله ما كان حتى واحد راهو يتعاطى المخدرات راهو يستمتع بالمخدرات. المرحله الاولى هكذا فيها العاده زعما، وبعد يدخل مرحله التحمل بعد الادمان، غير يدخل الادمان يبدا يتعذب، يبدا يتعذب ما يقدرش. عباك الانسان ما كان والو، كان عادي، كان يرقد عادي بعد يولي لازم يرقد بالكاشي، كان يرقد عادي بعد يولي لازم يزطل باش يرقد، ما يقدرش يرقد، يطير عليه النعاس، وبعد يولي ما يقدرش يجيب دراري، ما يقدرش يبدا بزاف حوايج، فتلقاه مسكين ويتعذب، يقول لك راني مسجون. شت بنادم لو كان نعطيكم لغز يقول لكم شكون كاين؟ واحد بنا سجن حبس، بنى الحبس ديالو وراه الداخل فيه وراه هو ساكن فيه، شكون هو؟ قولوا لي المدمن تاع المخدرات، هذا هو اللغز. لو كان يطيح لكم كاش مره في الالغاز الخمسه ولا
كله بلي مدمن تاع المخدرات، هو اللي بنى الحبس وهو اللي راهو داخل فيه، او قاعد نورمال بعد بنى حبس وراهو قاعد يطلع الناس. ينوض الصباح على بالك الانسان اللي يكون يستهلك المخدرات المدمن مسكين حياته تحبس، يقولوا ما عندوش احلام، ما عندوش افكار، ما عندوش مشاريع، ما عندوش طموح، والو يحبس، كل حاجه يحبس، يبدا يستهلك، وبعد يولي كل ما ينوض يفكر كيفاش يجيبها، وبعد يجيبها على 3 على 4 على 5 غير يجيبها اوف انا ريحت، ومن بعد يستمتع زعما العشيه غدوه من داك الصباح يحاول كيفاش. وهذه هي الحياه، اي حياه هذه؟ ويماك وباباك اللي كان يخدم عليك، ويماك اللي مسكينه ترقد كي نقول لك انت راه سهران مع اصحابك ويماك راهي تبكي. فهذا الامر انا نقول لك شوف انت راك في الادمان. لو كان نقول لكم كاش واحد فيكم نقول لكم شكون الراجل فيكم الان يخرج به هادشي هكذايا، شكون الراجل فيكم الان، الراجل فيكم الان يحلف باللي يقدر يعيش دوكا خمس دقائق؟ شكون يقدر؟ واحد ما يقدر يحلف، والله ما تقدر تحلف باللي والله العظيم غير نزيد مازال نقدر نزيد نعيش دوكا خمس دقائق، ما تقدرش. الدقيقة تقول والله العظيم غير نعيش دقيقة دوكا، والله ما تقدر تحلف. إذا شفت يا خو وين رانا؟ حبك في أي لحظة تخرج، زعما كيما رانا نديرو المحاضرة أو طاح، شكون؟ أو مات، يا ربي. تسمى هكذا تخرج من الدنيا هكذا في أي لحظة، في أي لحظة، وإذا كيفاش راك؟ كيفاش عباك الإنسان كيموت يقابل ربي كيفاش مات؟ كيما حكى الشيخ قبيل مات السيد ساجد، الأخر مات موضي، جارنا اليوم البارح أحد الإخوة المصلين نسأل الله عز وجل أن يرحمه، مات كان راح يتوضى في صلاة العصر، بصح حياته كاع يتوضى وصلاة المسجد. انسان حاجه عاش عليها مات عليها، تبلع وتصدر حتى تموت تبلع وتصدر. فانت بعد تبلع بعد تروح عند ربي والصحابه والانبياء والناس والهول ودا، وانت شكون يا روح واش كاين؟ تبدا دير هكذا تقابل ربي وانت مسطول يا خا واش حدير. ولذلك الان الامر خطير جدا. انا نقول لك حاجه، ولي كون راجل ولي. بصح يا شيخ انت ماكش فاهمني، ما على بالكش واش كاين، واش كاين؟ قول لي راسك يوجع، خلي راسك يترتق، خليه يتمتق. انت تقدر دوك تطيح اوفر دوز، ما خفتش، خفت كي تكون توب الى الله، والله غير التوب كيما داك اللي قتل 100 نفس، وانت راك على طاعه تموت على حسن خاتمه. عاود افتح صفحه جديده وسيعينك الله، والله غير حياتك راح تتسلسل بالعقل. شفت بالعقل 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 يتفتحوا لك كاع الابواب وتكتشف عالم واحد اخر وتقدر تولي انت داعيه، والله غير تولي الفضيل بن عياض، والله غير انت تقدر تولي اللي تجي يكون عندنا نشاطات تجي انت توقف معانا، تجي انت توقف معانا تقول خلاص الوقت زيد شحال مازال 5 تجي انت توقف وتولي تدعي. كاين ناس والله تحت نجيب لكم واحد كان من اخطر المجرمين احنا عندنا في باب الوادي، دوكا راهو اخ ما شاء الله، كان يقول لي خليني شيخ ديني معك يجي يوقف باش يحكي هو التجربه تاعو، بلي انا بلعت وزطلت وشربت وضربت ودرت كلش بصح ما كنتش عايش. الان دوكا راني عايش والحمد لله تفتحوا عليا الابواب. اخر رساله نقولها لبائع المخدرات. شوف بائع المخدرات كاع الناس يبداو يهضروا عليه بلي انا نقول لك حاجه يا بائع المخدرات، والله العظيم غير باب التوبه مفتوح. حاب ترفعك حاب تترفع، باب التوبه مفتوح. لكن حبيت نقول لك برك واحد الحاجه خطيره جدا بالك راك غافل عليها. وشنو هي؟ انه تقدر تجي يوم القيامه انت بعت برك، تقول انا بعت برك، انا بعت المخدره، تجي يوم القيامه وفي الكتاب ديالك واش كاين؟ كاين 100 جريمه قتل انت درتها، و100 جريمه زينه انت درتها، وكاين 40 واحد انتحر نتايا بسبتك، وكاين 50 ولا 500 حاله زينه نتايا. عبرك يجي تقول يا ربي واش درت انا؟ انا كنت نصلي في المسجد ومر العشاء نبيع في الباطيمو، الدخله تاع اليوم بعد ما من سمحي لي سلام ورحمه الله اخينا بارك الله فيك، الدخله تاع وانت راهو يبيع وفي المخدرات وراهو يهلوس في الشباب وراهو يبعث اي حاجه. شفت كيما رانا قاعدين، شحال بعت اليوم؟ بعت بلاكه، شحال فيها بلاكه؟ فيها 12 حبه، 12 بنادم بعت لهم، هذ 12 بنادم واش يصرى لهم كاع؟ يكيك راح يجوا في الصحيفه ديالي، واحد سرق، واحد قتل، واحد ضرب، واحد سبيناه، واحد ضربهم، والله غير كاع راح يجوا في الصحيفه ديالك. اذا عليك بالتوبه فورا، حبس خلاص، ما تقوليش تقول انا والفت انا يا دراهم ربي ما راحش يخليك.
لما تولي لربي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نختموا كما دار شيخ طاهر بواحد القصه. هكذا ما تلين انا قالت عندي واحد القصه والشيخ رشيد على بالي يسمح لي. يلا خفي يا صاحبي انا مالي قوم جوال على بالك. قصه على الانسان ربي كيفاش فتح عليه. كان يخدم في الشركه خرجوه لكن كانت عنده واحد العقيده قتلوا المراه يا راجل كيفاش؟ قال هو من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا ودي الحرام وصحابه ارواح الخدمه ما نخدمش الحرام نخدم الحلال. ربي كان عنده نصيب. كان واحد ولد الحومه ولد حومته. هذا ولد حومته كان يعرف الامبورطاتور تاع البنان يامبورتي البنان كان يامبورتي البنان يعرفه. قتلوا المراه يا راجل شوف هذاك ولد الحومه اللي يعرف هذاك اللي يامبورتي البنان قل له يعطيك يعطيك شويه بنان ديال الطابله في الحومه. كان البنان هذاك الوقت قالها قال خلاص توكل على ربي راح له. قال له اسمع شوف لي صاحبك هذاك ولا يقدر يعطيني شويه بنان ندير في الحومه خرجوني وانا مانيش حاب ندخل في دعاوي الشر. قال له ماشي مشكل دوك نعيط له. عيط له قال له اسمع نسقسيك. قال له وليد حومه صاحبي وجاري وعزيز وكذا. قال له لا ممكن تعطي له كما نقول لك حنا. قال له ماشي مشكل عندي اربع سنوات قول له يجي يديهم خلاص. هذاك راح نهار الحد ولا السبت ولا راح عنده السلام عليكم السلام. دخل سكرتير قالت له نعم مسيو. دخل قعد قام يقصر هو وياه وبعد هو يهضر معاه. دخلوا تجار من الغرب السلام عليكم السلام. هو مازال ما مدش دراهم ياك تاع البنان 750000 ولا. دخل التجار من الغرب قالوا له يا الحاج حبه بنان ما كان في وهران. قالوا واش كاين نشري؟ قال لهم والله غير ربع سنه هذاك السيد داهم الاخرين. قالوا له ما احنا نشريوهم عليه. قال لك السيد دوك انا نديهم الحومه يبدا توحش وحده توحمت الاخر حوزوني دارنا باين بلي حيخسر. قال لي ما انا نبيعهم وخلاص. قال له شحال 12000 14000 خلاص راح هذوك الناس راحوا للسكريتير خلصوها وبعد ذلك هو قاعد يقصر معاه دراهم خرجهم. كنت تبعوا معايا الحكايه دراهم خرجهم ما خرجهمش. شوف ربي كي يحب رزقك. سيد مول البنان ولا باقي الوقت الشيخ رشيد عبيك ما كملهمش الحكايه يا وبعد ذلك السيد مول البنان وزدار الامبورطاتور كي خلص كلش جات السكريتير قالت له مسيو هاك البينيفيس تاعك. قال له شحال؟ 150 مليون. قال لها بصح انا ضامن انا. قالت له انت بعت اربع صنادق. قال لها وشنو؟ قالت له كات كونتينر. قال لها كات كونتينر. قال انا جبت شي صنادق تاع طابله. قالت له احنا ما نبيعوش صنادق نبيعوا لي كونتينر. قالوا انا نبيع لي كونتينر. قالوا على انت كنت ناوي تشري كراطن؟ قالوا انا جيت تشري كراطن في الحومه. او قالوا انا درت بالي بلي كونتينر خليتهم لك. قال لي مالا ربي رزقك هاك 150 مليون وخبي 750 ديالك. اما لا والله العظيم غير ربي ما راح يخليك وربي يرزقك وان شاء الله ربي يرزقنا كيما رزق مول البنان. هاي السلام عليكم. نتكلم واقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على من بعث فينا رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله كل من كان سببا في حضورنا معكم في هذه الجلسة المباركة هكذا في الهواء يعني في حي من الأحياء الشعبية. الغرض من وراء هذه الجلسة احنا هنا معنا لا بيع لا شراء لا ساومني لا نبيع لك. الجلسة هذه هي نصح لله. قل ما أسألكم عليه من أجر. دوك حنا نكملوا الحلقة حنا نحكموا سيارتنا الشيخ لدارو الشيخ لدارو انتم تفركتوا كل واحد يروح لدارو. بصح وش هو من وراء الحلقة هذه ولا الجلسة؟ دوك يهضر الشيخ وهضر الشيخ ونتكلم معنا ونزيدوا نفتحوا المجال للأستاذ يتكلم. الآن العبرة وش هي العبرة؟ بشر عبادي الذين يستمعون القول سمعوه وكي سمعوه واش يديروا؟ قال يتبعون احسنه. دوك اليوم درنا هنا جلسه وغدوه في باب الواد
ومن بعد في بريجه ومن بعد من معليش ماهوش مليح مليح نسمعوه بصح السماع هذاك واش لازم له؟ لازم له يترجم عمليا في الميدان في الميدان. ولذا نقول للاخوه نقول لهم كاين جماعه ربي ابتلاهم بالمواقع وحنا ربي عطانا الواقع. حنا عايشين معاكم في الواقع هكذا تسمعونا نسمعوكم تمشيوا لينا نمشيوا ليكم محتكين مع بعضنا البعض ونصلحوا امورنا. الان هنا نتكلم هذا الكلام هذا قال له يا رسول الله قال له الاسلام والشرائع والحلال والحرام قل لي كلمه في الاسلام ما نجيش نسقسي هذه الكلمه نبقى متشبث فيها ومتشبث بها حتى القى الله. النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الطريق قداش بعيد اقدر قول ودير قال له قل امنت بالله لا اله الا الله قل امنت بالله ثم استقيم اروح للصراط تاع رب العالمين واستقم عليه. وانا وانت في هذه الدنيا كنا في العدم باللغه هذيك تاع غير باش نفهموا احنا ما كناش نكزيستيو لم يكن شيئا مذكورا هل تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ما كناش شكون كان يسمع بينا. ثم رب العالمين اوجدنا ولما اوجدنا لنبتليه أو يمتحن فينا مولانا عز وجل وبعد الامتحان وبعد الابتلاء وبعد نروحوا وكي نروحوا هذه الحقيقة اللي حاب نوصلها لكم في هذه الحلقة كي نروحوا عند ربي نروحوا فرادى ونقابلوا ربي فرادى والشي اللي كنا متقاتلين عليه الزطلة هذه ولا أنا ما نعرفش الأسماء والشيخ هو اختصاصه أنا زمان نعرف الشيرة برك في وقتي أنا كانوا يقولوا الزطلة والشيرة ومن قبل ما كان شراب دوكا كاين قال له الصاروخ والبابور وكاين مش عارف واش رايح كاين. الان لما نروحوا عند ربي ربي خاطبنا خطاب يقول لنا ربي في القران هذا في القران يقول لنا ربي جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. حبيت نوصلكم معلومه اللي انا متقاتلين عليه قال له هذا ضربوا بسيف وهذا ضربوا بموس وهذا دار له هذا والدراهم والبنيه والسياره والدالي وديت له هذا نخلوه ورا ظهرنا الدار هذه العماره هذه ما شاء الله تبارك الله على الناس اللي راهي ساكنتها اماليها يدوها معاهم العمائر هذه هي السكنات هذه القصور هذه الدور هذه البنايات وراء ظهوركم ادي والو اللي ندوه معانا انا مقصرين فيه تصلي شيخ راشد ان شاء الله نولي نصلي الصلاه تديها معك الصلاه اللي ندوها معانا احنا مقصرين فيها الاستقامه احنا مقصرين فيها بصح هذو ندوهم معانا اباك اللي ما يحطوه في قبره منين ما يحبوا يدخلوا عليه كاين حاجة تدافع عليه يدافع عليه قرآنه تدافع عليه صلاته زكاته صيامه حجه بره إحسانه طاعة الوالديه صلة أرحامه إماطة للأذى كاين أمور يديها معاه القبر يديها يرفدوه يديها حتى أصحابه وحبابه وناسه راهم يخلوه في حفرة مردومة تعترب ويوليه ويبقى بينه وبين ربي وش دمعه شوف دوك طلع للدار تقول لا اذا راك مزوج تقول مولات شي تقول لا غدوه وجدي لي كابا راني رايح انا وصحابي الوهرن تقول لك واش ندير لك واش لازم تقول لها ديري هذه وهذه وهذه هذيك الحقيبه هذيك الكابا هذيك هذاك زادوك في سفرك من الجزائر الى وهران راح تريح ثلاث ايام في لوتال وجدت لك ما تحتاجه مليح ثلاث ايام كملت رجعت شيخ كاين تروح والله ما تولي من الاخر والله غير تروح وحتما لازما
حتم 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 والله غير تروح. وهذاك المروح والله ما فيه رجوع. حبيت نسقسيه، هذاك المروح اللي ما فيهش رجوع، هذاك اللي راح وهرنا ولا الدكابة فيها قشو واللي راح وما ولاش، واش دا معاه؟ هاد الشهر هذايا، هاد الشهر أما في النصف نتاعو، هاد الشهر هذا قال أياما معدودة لعلكم تتقون. واش تدي معاك الآن؟ تدي معاك التقوى. دوك هاد الصيام ياك صايمو، أنني حاسم فيكم الظن كاع كيما راكم هنا، كاع كيما راكم بلي راكم صوموا رمضان. حسن الظن. وبالمناسبة بالمناسبة مانيش كي راني جزائري زعما ندعي لحاجة هكذا ولا نعرات ولا لا لا. الطبع 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 نتاع الشعب هذا متدين. ونعطيكم هذه البشرى الليلة. داروا إحصائيات قالوا من أقرب الشعوب تدينا بدين الإسلام بالصلاة وكذا لقاوا الشعب الجزائري. هم عندكم جيرانكم، جيرانكم في الحدود بلاد هكذا وحده تمشي الماكلة نورمال في رمضان، ياكلوا نورمال، والحوانت محلولين نورمال، والقهاوي محلولين نورمال. حتى واحد قالهم أنا نسمع قالهم قالهم الصيام الصيام هذه عادة، عادة كانت في العربي، والآن راح هذوك العرب وفلان وفلان دوك اللي حاب يصوم يصوم، اللي حاب ما يصومش ما يصومش. نسألكم سؤال، هذا لو كان يجي لهنا مثلا واش هذه الميل؟ تخيل دوك يجي الميل سيصون يقول لهم عادة تاع عرب حاب يصوم يبنديروه يبنديرونه تبنديرا، لأنه ما عرفش ماهوش عارف باش تبلع، والله ما هو عارف باش تبلع. هني نقول لك حنا حفظنا في جيلنا، في جيلنا اللي عندهم خمارة، مش عارف دوك إلا ما زالت ولا ما زالت مانيش عارف، اللي عندهم خمارة 40 يوم اللي يكون اللي يكون 40 يوم قبل رمضان يحبس الشراب، واللي عندهم خمارة 15 20 يوم يهبط الريدو. يقدر يحل المخمارة في رمضان؟ ما يقدرش. هو يبيع الخمر بصح يصوم. وهذه من رحمة رب العالمين بنا وفي بلادنا وفي ديارنا. شوف كانت واحدة تونسية جات هبطت لاري ميشلي لاري ديزلي هبطت لتحت الشومونف وجات، تعرفوا شو من وقت جات؟ الدور في العاصمة جواهي الوحدة الوحدة وعشرة نهار الجمعة. قالت وش هاد الناس مكاش موتا والتجار هاد وراهم بلعتهم الأرض. بعد شفت قالت آه اليوم الجمعة. قالت هكذا، قالت هذا الإسلام وهذا هم الرجال. أزيد والله العظيم أقسم لكم بالله غير هذا الشعب هذا غير محسود على نعمة الإسلام. الجائزة الأولى الدولية في الكويت ادتها بنت من أبناء الجزائر من المندية تاع القرآن الكريم. والآن مشاغر الشبان هذوك في مساجد القطر هذا في 58 ولاية. طيب دوك أنا كنت مصلي التراويح، هذا كان يصلي التراويح، بصح تكون شكورة في التراويح. أبناء المدارس القرآنية تاع الجوامع، لأن كل جامع فيه مدرسة قرآنية. هذوك هذا عنده 30، هذا 15، هذا 10، يقدموا فيهم في الليالي تاع التراويح. تسمى هذه أمة تاع من؟ والله ما تاع ولا تاع ولا غير أمة تاع قرآن. حتى الشيخ وليد مهساس هذاك الإمام تاع البرج، البارح للبارح هو يصلي الضربة تاع القطة هذيك وسلم وعاود تهبطت وكذا. هذاك ربي أنا 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 هذا تفسيري ويبقى لي تقبلوه ما تقبلوش حرار. ما ربي رب الصورة الحقيقية نتاع الجزائريين هذاك الإمام واش وقع له؟ ما هو لا زطلة لا صاروخ لا بابور لا يديك لا يجيبك. الصورة اللي شاف الآن عباك وين وصلت مش هذاك؟ مليار واحد شافه. واش شاف؟ شاف الإمام الجزائري في محراب التراويح يقرأ من سورة الأنعام. هذه حق، هذه صورتنا، هذه هي. ولهذا ربي والله 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 ربي ما خلقك للمخدرات. بل أكثر من ذلك والله غير رب العالمين ما خلقك لنفسك. إنما خلقك لنفسه أن تعبده لا تشرك به شيئا.
تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذاك الزاد دكابة وراح الوهرن. انت راك رايح الى صفر والله ما تولي، واش راك مدي معك؟ ولا بالتعبير الجزائري ومن رحمة ربي كاين واحد الخطاب جديد. دوكي كان يهضر الاستاذ امام من شيخنا، كان يهضر هذا اسلوب جديد، والشعب قبل هذا الاسلوب، هذا الخطاب الجديد هذا قبلوه. واش هو؟ اهضر له واقعه ووصل له المعلومه باللغه اللي يفهمها هو. فهمتوا عليا ولا لا؟ وزيد ولي راهم يخاطبوكم، هادو ما جاوش دوكا من السماء وهبطوا، هادو ولاد بلاد كيما نتوما عايشين في الاحياء اللي راكو عايشين فيها، ويسمعوا الكلام اللي تقولوه نتوما وهما منكم. تخيلوا النبي لما ربي بعثه في مكه، لو كان النبي جا من اليمن، جا اليمن وجا المكه قال ما انا رسول، واش يقولوا الناس؟ يقولوا روح لبلادك، خليت اليمن وجيت لينا. ما فهمتونيش؟ بصح هذو خاوتكم ومنكم من بني جلدتكم. ولهذا ربي قال رسول منهم هما من اهل مكه، وزيد يعرفوه ويعرفوه واش يسوى والمكانه نتاعو حتى قبل البعثات. ثم بانت زادت الحاله وعظمت الحاله بعد بعثته صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. والله يا خاوتي غير فيكم الخير، وماشي شتاء، بدليل شوف البرد والليل ورمضان والسحور والتعب وكذا، وشوفوا راكو قاعدين وراكو صابرين علينا وحنا نتكلم، وشوف كامل راكو، شوف الله يبارك كامل راكو محدقين البصر فينا. هذا واش يدل؟ حنا ماذا يدل؟ كون ذوك واحد يقول نوض، بصح لا ما قالوش، قالوا ريح. علاش؟ المعدن الداخل تاع الخير موجود. بالحرب تعرفوا واش صرالو؟ راني شاد الميكرو، حاجه طاح عليها غبار. هنا الدور تاعنا انا نواسيو الغبار هذا، كان نواسيو هكذا باش وين يولي؟ باش يولي لاصلو. شوف انا جا واحد قال لي انسان مدين ما شاء الله، وليده تبلى بالله. أنا دائما نقول هكذا، ولات هكذا هي، وأنا نقول هكذا. ولا تبلى وليده بالآخر، كي جا ليا قلت له الحاج ما تقلقش، قال لي كيفاش وندير له؟ قلت له شوف الشجرة يزعزعها الريح، بصح كل واحد يولي لأصله. كل واحد يولي لأصله. ولهذا احنا الأصل تاعنا، احنا ديننا هو رأس مالنا، الدين تاعنا هو رأس المال تاعنا. ولذا النبي واش قال عليه الصلاه والسلام؟ قال راس الامر الاسلام. وزيد راك تعيش واحد الايام طيبه ومباركه، ليالي القران الكريم، وفي شهركم هذا المبارك ربي ينزل من اللوح المحفوظ البيت العزه لسماء الدنيا، نزل القران، نزلوا جمله كامل، ومن سماء الدنيا نزل للارض على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا. راك تعيش اعظم لحظات الدنيا، سبحان الله العلي العظيم. وقبل رمضان، كي كنا 29 شعبان و 27 شعبان كاين ناس ماتوا. واش معناتها؟ اماتهم الله، هذوك الناس ماتوا اماتهم الله وابقاك وحط لك فرصه بين يديك. واش دير بالفرصة هذه؟ استثمار، تستثمرها في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. وبالك ما تقول أنني صغير وعندي 20 سنة وما زالت أيام طويلة. الملك نتاع الموت كيجي ما يشاور لا كبير لا صغير، يجي يدي الأمانة ويروح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فتنبهوا. وكما قالوا ساداتنا الأئمة قبل قليل، اللي راه مبلي بالبليع هذا، شوف برك كي تصحى تلقى روحك انت هو، دخلت من الباب خرجت لم يتغير من امرك شيئا. والله متغير هو كيما كانوا زمان الجزائر القديمه، كان اللي كان مبلي بالقرعه
يروح مع أصحابه العشية يعمر، الصباح ينوض يحل عينيه يلقى المرأة منه والدراري منه والمشاكل منه، لم يتغير من أمره شيئا. خطرنا طالع في الحومة يلقى واحد رفد كابو خدمته لا ميكانيك يخدم برا ما عندوش كاراج، ومبلي بالله شفت هكذا حواله. ومن بعد حبست قدامه قلت له يا ابراهيم اسمح لي يا خويا انت والو، قال لي كيفاش الحاج وكذا، قلت له اللي يجيبو نهار يديه الليل، قال لي لا لا وشوف. قلت له شوف ابراهيم، شوف هذا وليدك علي، ادى سليمان، هذه بنتك خديجه، هذه مريم، قلت له شكون بهم يرحم بابك؟ قلت له شوف هاك تجبد تجبد، عرب عرب عاون خمسه يجوا يعيطوا لك وتروح تصرف على الرجال وتدخل في اللي سكران، وصبحت حل عينيك لم يتغير من امرك شيئا. هدرت له ورحت عند المغرب لقيته في الجامع، قال لي وري لي كيفاش نبدا كيفاش نبدا، وهاني عهدت الله عز وجل باللي القراء بقى عنده مشكله، هو جرب بي بصح بقاو دوك صحابه وزمان قالوا الصاحب واش يدير، الصاحب ساحب، خاطش عندنا الشياطين، كاين شياطين الجن وعندنا شياطين الانس، هو خلاص هو يستقيم هكذا. جا يا مراد وين راك؟ قول له لاباس ما نجي. يا خطيك يا ودي، قالوا لك على التوبه يا ودي مازال وسنا وراك صغير وروح نكملوا اليوم برك وخلاص. هذاك الصاحب هذاك هو المشكله الان، رفقاء السوء. كان واحد الانسان كبير على كبير كبير ما شاء الله، وذكروه جماعه كان عايش في القصبه، وذكروه جماعه عاودوا لربي يجوا عيطوا له. تعرف شكون اللي كانت تخرج البالكون؟ تخرج يماه الله يرحمها، تقول لهم روحوا يا اللي فيكم والله ينعلكم والله، كانت تغلق عليه الباب تقول له محمد والله ما تخرج، ولو كان تخرج والله ما نسمح لك، يبقى في الدار يوم يوم ثلاث ايام ولا يصلي في الدار، تقول له صلي هنا غير على الجلواش باش ما يلقاش هذاك الصاحب الساحب اللي راح يديه لوين؟ يديه الى المخماره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء 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 على دين على دين خليله فلينظر احدكم فلينظر احدكم من يخالل. والتوبه التوبه التوبه لا هي بيد شيخ الطاهر ولا شيخ محمد ولا اللي هو يتحدث، التوبه بيد الله. وعندكم بلديه هنا؟ كاين بلديه هنا؟ غدوه كي تروح تشوف شيخ البلديه احتراماتنا له ربي ان شاء الله يبقى عليه الستر ويمسيه بالخير والعافيه، تلقى واحد في الباب انعم خويا جيت نشوف سنا ورياح وعندك رونديفو يا ودي كبر لك بندير كاع خلاص ما كاش زياره. بصح باب الله تعالى اذا جيت اذا قلت يا ربي قال لبيك. ولهذا في الكلام الجزائري يقول له باب الله ما عليه بواب، ادخل مباشره. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ارواح 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 تبت تاب عليك. قلت يا ربي قال لبيك. والذنوب ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. واش باقي لك الان تنتظر؟ واش راك تستنى؟ راك تستنى ملك الموت تروح كبوت؟ لا صلاه لا دين لا زكاه لا صيام لا حج لا عمره لا عمل خير، هكذا باغي تروح هكذاك؟ اتق الله وزيد الله يبارك، راك شاب وبصحتك وعاقل ومنور وكذا، ماذا تنتظر؟ تنتظر الموت؟ تموت هكذاك ومن بعد يختلفوا في امرك، واحد يقول له مات بالحبوب هذيك نصلي عليه ما نصليش عليه، ومن بعد الامام يقول لهم يا ودي شوف شكون يصلي عليه، ومن بعد يختلفوا الناس في امرك. لا لا يا خويا انني معكم في الجامع، ودرنا وتبنا وفعلنا وارتكبنا وعدنا، والله يقبلنا عز وجل ويتوب علينا سبحانه تبارك وتعالى. فمن هذا المنبر كلمة الأخيرة، لا تفوتوا هذه الفرصة على أنفسكم، كي كبار كي صغار، واللي راه على الهداية والصراط المستقيم الله يزيدك نور على نور، واللي راه في الجهة هكذا الله يردك إلينا، الله يردك إلى رب العالمين ردا جميلا، وتعيش معنا وفي أكنافنا في مساجدنا. خاص صمام الامان تاع البلاد هذه هي المساجد، والله العلي العظيم
الريه اللي رانا نتنفسوا بها في هذه البلاد هي المساجد، والامان تاعنا هي المساجد، والامان تاع بناتنا ونسائنا وابنائنا هي المساجد. والمساجد الان الحمد لله رب العالمين راهي تنشر الخير وتوعي في الناس وتدعي الى الله سبحانه تبارك وتعالى. فاقبلوا اقبلوا على الله لا تدبروا، فابواب الله مفتوحه، المساجد مفتوحه، العلماء والمشايخ والائمه يتحدثون بالليل والنهار في مصلحتنا جميعا حتى نعود الى الله سبحانه تبارك وتعالى. الله يتوب علينا وعليكم، والله يهدينا واياكم الصراط المستقيم، وربي يوفقنا، والله يتقبل منا الصيام والقيام، واللي هو على خير الله يزيد نور على نور، واللي هو حاضر معنا ونستعرف به يعني رغم انه ما يصليش ولا مبتلي بالهم هذا كذا، بالصح جاء وهذا دليل باللي فيه الخير. هذه كلمتي اليك، اديها وحرص عليها، تعال واقبل على الله. وكل من اقبل على الله لا يخاف، قال يا موسى اقبل ولا تخف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا برك على الإطالة والليل والحالة هكذا، وإن شاء الله ربي ينفع بكم جميعا، وربي يكتب على يديكم الفتح والخير، والله يلقانا وإياكم في ساعة مباركة. وإذا ما تلاقيناش إن شاء الله موعدنا عند رب العالمين في جناته جنات النعيم. الله يفتح الخير، الله يفتح الجميع بالخير والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. الله يبارك فيك. في الحقيقة والله ما نحبش نضيع هذه الفرصة، ومن شدة حبي لكم ونحب إن شاء الله كما نقول الشباب تاعنا هذوما كاع إن شاء الله يولوا في طريق الخير. نختم يعني بعد ما نختم إن شاء الله بكلام الله، وديت أنه عندي واحد التجربة شعرية قصيدة يعني بالدرجة تاعنا درتها على المخدرات. هي قصة خيالية لكن إن شاء الله تكون مؤثرة وراح تجمع الملخص تاع المحاضرة. بالك وتبكي وبرك هذا ما كان. كي دخلت للمسيد يما دارت الخفاف والبغرير، قالت لي إن شاء الله وليدي يكبر، قالت لي إن شاء الله وليدي يكبر وينجح ويولي مسؤول كبير. كانت تلبس لي الحوايج وهي بثمانية من الحوايج، كانت تديني وتجيبني وأنا في طريقي فرحان وهايج. كنت نرقد وهي نايضة تدعي لي بالخير، كنت نشبع وهي جيعانة، المهم أنا نشبع ونولي كبير. كنت نلبس وهي عريانة، المهم أنا نخرج شباب وما نبانش فاقير. كنت كين مرتبة نايضة والمستحيل كانت تدير. عرفت صحاب جدد في المسيد ومنهم صاحبي سامر، كنا نتنافسو في القراية وفي لاباكار نشبعو تبندير. كنت دايما أنا نجي الأول وبعدي صاحبي سامر. حتى جا النهار اللي دخلت فيه للثانوي وحسيت روحي زعما كبير، عرفت صحاب جدد يعيطوا لهم ليزوم، وربحت العيب لصاحبي سامر. قلت له انت قديم وكاري ما تعرف تعيش ولا تسير، تعرف غير القرايه تقول راح تولي مسؤول كبير، يوم تسلكها غير الحرقه وراك تعي في روحك يا سي سامر. قال لي راك تندم، قال لي راك تندم ويجي النهار اللي تقول لك غير تبعت صاحبي سامر. قلت له انا راجل ماشي في صمامه، واش تقول لي ماما ندير؟ راني حاب نجرب حبايج وندير في الحومة اسم كبير. بديت نتعوج، بديت نتعوج وحبست قرايتي، وهنا بدات حكايتي مع المخدرات. جبدوني بالحبة الاولى من عندهم تقول طلعت بها للسماوات، حبة مع حبة حتى وليت مدمن مخدرات. بعد ما كنت ناجح في قرايتي وليت نجري مر الحرقات، بعد ما كنت ناجح في سبور وليت نلهث في زوز درجات، بعد ما كنت حر وليت مسجون بحبة مخدرات. كنوض امنيتي كيفاش نجيب الدوزه بكاع الطرقات، وليت مغبون ما نعرف فرحه ولا حياه، وليت عايش غير في الظل والظلمات، وليت ننسى تقول ما عندي باسي ولا ذكريات، وليت موسوس لي يشوفني فيه لي يشوف فيا نديرو شغلي هذوك الايامات. وجهي كحال وسناني طاحوا، نحشم بروحي قدام البنات، عذبت يما ومنمتها وخليتها تزور كاع الولايات. واحد المرة أنا في القعدة في خلوة من الخلاوات، جا وليد حومتي وجاري، قال لي نوضي ماك راهي في المامات، نط نجري وما عرفت كيفاش خطيت هذوك الخطوات، حتى وقفت عند راسها وسمعت من هذوك الكلمات كي سمعتهم،
قلت له كغير جاتني قبلها المامات. قالت لي تشفى يا وليدي. قالت لي تشفى يا وليدي كي دخلت للمسي درت لك الخفاف والبغرير. قلت وليدي يكبر وينجح ويدير فيا الخير. كبرت يا وليدي وما شفت منك غير الشر وما درت فيا الخير. كي جات قلت معليش وليدي عوضني ويديني للحج في الطياره نطير. كبرت يا وليدي وديتني للحباس اللي دخلتهم وفي طريقي كنت الحين. كي عريت قلت معليش يكبر وليدي ويلبسني القفطان بالبشكير. كي كبرت يا وليدي سرقتني ماشي مره ودخلتني في دين كبير. كنت متمنيه نرفد ولادك وتسمي وليدك على باباك باشير. خليتني نرفد القفه ديالك ولاشان تاع الحبس كنت ندير. كنت متمنيه نجي للمكتب ديالك مكتب وليدي المدير. خليتني نجي للديكي ديالك ونصوص ديالي كنت نسير. كنت متمنيه يقولوا عليا في الحومه تقول اما سلطان ولا امير. خليتني نحشم كيسقسوني في الحومه انت وليدك وليد الباشير. كنت متمنيه نجي لدارك ودي لي عشاء ونضحك حتى يحكمني الفوري. خليتني نجي لدار الشرع ونبكي حتى ينشف البير. كنت متمنيه تعطيني 100000 ونشري بها قرعه ريحه ونفكرك كل ما ندير. عطيتني 1000 كيه وخليتني نشم ريحه المرار اللي شبعتهم لي وما لقيت واش ندير. وراني رايحه يا وليدي وقلبي عليك محروق اللي ما راكش في طريق الخير. وراني مسحاتك على اللي فات اذا وليت للطريق ربي وحبست هاد التمسخير. يما حبسي خلاص ما تروحيش. من اليوم راح نولي انسان نخلي الحبوب والكيف ونتنفس الاكسجين. نخدم بالحلال وندير الدار كي ولاد الجيران ونجيب دراري عيطول كماني ونحفظ القران. بصح يا يما برك ما تموتيش صبري وديني فيا الامان. بديت نعيط وراه الطبيب. هذه يما ماشي كاي انسان. كي شفت الطبيب زاد قلبي تنكوى بكيه ونيران. الطبيب صاحبي سمير اللي كان هذا صاحبي هذا زمان اللي ضحكت عليه وقلت له انت كاري تقول ماشي جان. قال لي ماكلها المرض وفي داخلها سرطان. داروهم لها المحان واللي شبعتهم لها هذو زمان. بوس لها راسها ورجليها وطلب منها السماح على وجه كامل. هذه حكايه الدمان. كانت عنده فرصه باش ينجح كما كل انسان. خير طريق المخدرات ودمر حياته بيده ولا ندمان. يما الفرصه راهي بين يديك. بالك الهوى اللي يجي يديك تقول نجرب الخلوي والباستيك. ما تاخذش الراي اللي يضحكك وخذ الراي اللي يبكيك. بالك يغروك بصحاب الرجله والانتيك. الرجله راهي في الخير اللي ترجعوا للمالك. الرجله راهي في طريق ربي وصلاتك ودعاويك. الرجله راهي كي تنوض تخدم بعقد بينك ويديك. الرجله راهي كي انت تسير روحك ماشي البيضه تمشيك. وهذه نصيحتي من قلبي ليا وليك. طريق ربي تفرح بها انت وتفرح والديك. ومن اليوم ان شاء الله ابدا الخطوه الاولى وراك تلقاني انا والمشايخ مساميك. ندعي لك من قلبي ومن جميع الحاضرين ربي يهديني ويهديك. بارك الله فيك. جماعه اخواننا في القران بارك الله فيكم ربي يحفظكم. نسمعوا كلام الله عز وجل الشيخ عبد الباسط ان شاء الله يسمعنا. اعطي له اللي سمعنا شويه قران نختموا به بارك الله فيكم. اعطي له الشيخ ربي يحفظك شيخ. شيخ واحد الكلمه فقط. قبل اسبوع كنت تكلمت مع امام هنايا. كلمني كنت في لجنه تاع تحكيم هكا مسابقه تاع قران. قال لي واحد البنت وقلت له انا ما كنتش في اللجنه تاع الخاصه بالفئه تاع 60 حزب. قلت له كانت فئه كبيره عطاونا ليله تاع اللي حافظين ربع القران. قلت له ما على باليش بالبنت هذيك. قلت له شيخ تراك في الميسيسون. قلت له واش رايك نديرو ننظموا سهره كيما هكذا في رمضان ان شاء الله يكون فيها الخير. قال لي ان شاء الله. قال لي شوف برمجوا كذا. قال حتى يعيط لي الشيخ سعيد. هذا الشيء كان بجانب كامل ما عنده حتى علاقه مع الامر هذا. فانا اليوم شفت شو سبحان الله احيانا الاشياء انت تريدها ولكن الله عز وجل ما يوفقكش باش تديرها انت. الان انا حبيت نكون سبب في المبادره هذه ما تممهاش الله عز وجل ولكن جاءت من اخواني. هذا وش استفدت من الفائده؟ الان شحال من واحد فيكم
أو ناوي يتوب أو يقول لك إن شاء الله توب، ولكن هذا ما هوش بيدنا، التغيير هذا مش بيدك، هو بيد الله سبحانه وتعالى. هل راح تعيش؟ لأنه إنسان دائما عنده طول الأمل، راح نعيش 70 سنة كما عاش بابا وكما عاش جدي، وبعدك تغير حوالي إن شاء الله ونكون مليحة، مشي كما تحب أنت، كما أراد الله عز وجل. فليس كل ما يعني يتمناه الإنسان يبلغه. وفإذا فقط إن شاء الله تعالى نختم، كاين واحد الحديث كاين كلنا نحفظه، أغلب الناس يحفظه، أنا خذيت منه واحد العبرة طيبة جدا. حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، اللي انغلقت عليهم الحجرة، يعني طاحت عليهم حجرة، كانوا في الغار تخبأوا مشتا، طاحت حجرة. الآن قال لك ما كاش لي راح يسلكنا، ما كاش لي نجينا من غير الله عز وجل. الآن وش نديره؟ كل واحد يشوف العمل اللي كان فيه مخلص لله عز وجل وكان فيه صادق مع الله باش تفرج عنا هذه الكربة وهذه المحنة، وإلا لا يفرج. فكل واحد فكر عمل، كل واحد فكر بره بأمه، واحد هروب من الفاحشة كان راح يزني وهرب من الفاحشة هذه، الثالث المهم الأمر معروف. سبحان الله كاين واحد اللمحة. تخيلوا لو كان واحد من ثلاثة هذو إنسان ما يصلحش، رفيق سوء، كرة مقعدوا في الكهف هذاك إلى يوم يبعثوا، صح ولا لا؟ شوف لما كان قيمة الرفيق الصالح، قيمة الصاحب الصالح، لما يكون الناس صالحين كانوا مع بعضهم، كل واحد كان عنده دعاء صادق، كل واحد كانت عنده قصة صادقة مع الله، ففرج عنه. يقدر انت في أوقات تنزل الرحمات ربي ينزل الرحمة عليك، تكون مع ناس ما يسووش، الرحمة هذه تصرف عنك. والعكس، إنسان يدخل للمسجد حاب يريح، يقول لك نريح فقط في المسجد، نتكى ونريح، والناس هاي الإمامة ويدرس وهم يسمعوا، يقول هذا الإنسان الملائكة تغمرهم رحمة، رحمة الله عز وجل ويغفر لهم، يقولوا الملائكة يا ربي هذا الإنسان هذا روجة غير قعد ريح برك. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، يجلس معاهم الخير يشمله من كل جهة، من كل جهة. وشوف سنوات الإجرام المعاصي الذنوب، سنوات تغيرها لحظة واحدة، لحظة واحدة فارقة تصدق فيها مع الله سبحانه وتعالى، تكون أقرب إلى الله عز وجل وتمحى كل تلك الخطايا. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ما بعدها رحمة، أن يتجاوز عنك تلك السنوات كلها في لحظة واحدة في توبة وصدق إلى الله. ما كش فوق هذا الأمر الذي يبين ويجلي عظم رحمة الله عز وجل بنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني
لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بارك الله فيكم جزاك الله خير بارك الله فيكم